من فريق العمل من المخرج فرانسوا زيادي ومني مساء الخير إلى كل مشاهدي ام تي في بلبنان وبالعالم وحلقة جديدة بموضوعي. أريد وطنا، أريد وطنا يحبني قبل أن أحبه، يحضنني قبل أن أضحي لأجله، ويكون لي ملاذا قبل طائفتي وحزبي. أريد وطنا لي فيه حقوق مقابل ما أؤديه من واجبات، ويحقق الأمان لي مقابل ما أعيشه من انتماء ومواطنية. أريد وطنا لا يعيث فيه الفساد ولا تقطع أوصاله الاختلافات. يقولون غربة عن الوطن خير من غربة في وطن. لا أريد أن أكون غريبا في وطني. هي صرخة لرامع الليق أوردتها ببعض التصرف. عمر هذه الصرخة 5 سنوات على الأقل، وللأسف فإنها لا تزال صالحة لليوم. لكن هذه الصرخة ليست صرخة رامع الليق لوحدها، هي أيضا صرخة فيصل عبد الساتر، وهي صرختي وصرختكم جميعا. نحن أيضا نريد وطنا، لكن المشكلة أن كل واحد منا يريد وطنا على قياسه، على قياس حزبه ومذهبه وطائفته وعشيرته وقبيلته، لا على قياس الوطن. فهل من سبيل بعد للقاء لتصبح صرختنا واحدة، لا في الشكل فقط بل في المضمون أيضا؟ الليلة سنحاول بموضوعية أن نجيب عن هذا السؤال المحوري عبر مقاربتنا الإشكاليات المثيرة للجدل لبنانيا وإقليميا. وأبرز هذه الإشكاليات حزب الله، القرار، الدور والممارسة، الفتنة السنية الشيعية، الاحتمالات والمخاطر، 8 و14 آذار اصطفاف إلى متى، الثورة السورية وسقوط النائب النفسي اللبناني، الثورات العربية بين الخريف المعاش والربيع المنتظر. ونشير قبل بدء حوارنا مع ضيفينا المحامي الدكتور رامع الليق والصحافي الأستاذ فيصل عبد الساتر إلى أننا نتلقى أسئلتكم ومداخلاتكم على تويتر وفيسبوك، وطبعا عبر الاتصالات الهاتفية المباشرة. مساء الخير دكتور علاء، ومساء الخير أستاذ فيصل. سنور. أستاذ فيصل، قبل ما نبدأ بهذا الحوار فيما يتعلق بالإشكاليات اللي طرحناها، بدنا نسألك عن توقعات يلي طرحها بالنسبة لألك الأستاذ ميشيل حايك، وقت اللي اعتبر أنه التحليلات التي تطرحها، يعني طبعا بالبرامج وبالمداخلات اللي بتقولها، ستعرضك لإشكال وأكثر من تهديد. حافظ الجملة. يعني عنيت لك. يعني عمليا الذي يخوض هذا الغمار على المستوى السياسي وعلى المستوى الإعلامي في لبنان وفي المنطقة المشتعلة، بطبيعة الحال سيكون مهدد من أكثر من طرف، ليس لوحدي، ربما كثيرون آخرون ربما أيضا هم مهددون. فاتني أن أقول مساء الخير وشكرا للاستضافة، نستلحق هلأ من جديد. فلذلك لاحت للهم التهديد عم تنسى. لذلك أقول ربما، يعني طبعا هو يعني شيء طبعا بطبيعة الحال على المستوى الإيماني أنا لا أؤمن بأي شيء من هذا الأمر، يعني لا جملة ولا تفصيلا، لكن هذا لا يعني أن لا تكون هذه القضايا على محمل الجد، خصوصا يعني إذا قلت هيك بشيء من التواضع البسيط، وفعلا بشيء من التواضع البسيط، ربما من هم مثلي يتركون أثرا في الساحة الإعلامية، إما بالمقبولية وإما بالرفض المطلق. صح. لكن على الأقل أقول أنني لازلت أحافظ على مستوى من الهدوء بالتعاطي مع الخصم السياسي، ربما هذا يترك ثغرة في الجمهور المتنافس معي أو الجمهور المنافس معي، وهذا ما لا يريده هؤلاء أو أربابهم، فلذلك تأتي رسائل من هذا النوع. هل سبق وتلقيت رسائل تهديد حقيقية؟
لقد تعرضت يعني لشيء من هذا النوع يعني بطبيعة الحال أكثر من مرة، اتصالات من خارج لبنان لا أدري يعني ما هي الأرقام. مرة حدا هددني يعني أنا وأسرتي وبطبيعة الحال، وعلى خلفيات سياسية. نعم على خلفية سياسية بطبيعة الحال، وتحديدا على خلفية ما يجري في سوريا. يعني اللي توقعوا الأستاذ ميشيل حايك بالأم تي في ليلة الجمعة عينيلك؟ إيه لا يعني طبعاً توقفت طبعاً. عنده لا أنا أعيش هذا الموضوع، لكن هذا الموضوع لا يثنيني، فأنا يعني مقتنع بالفكرة التي أحملها وأدافع عنها. أنا لا أقول أنني متعصب للفكرة، قد أكون بعض الأحيان مخطئ في تحليلي، لكن على الأقل أؤمن بقضية أساسية وهي قضية المقاومة التي دونها ترخص الأرواح وترخص الأنفس في نظري. يعني بدنا يعني نقول أنه عندنا ضيفين معرضين للتهديد أو معرضين للتهديد. يعني أنا بديش أعطي رصيد لحالي، بس اللي صار معي معروف، وهلأ يمكن ما بعرف إذا بدك ترجع لحق الرد والتطرق للموضوع اللي أثاره. لا بدنا نبلش بحق الرد، لأنه على أساس أنه ما بدك تدخل بجدل، ورجعت أنه انطلاق من يلي قاله الأستاذ فيصل بالحلقة السابقة من بموضوعية. نعم. أخذت القرار أنه بلا بدك تكسر. نعم. صمتك، وبالتالي أنت تقول ما يجب أن يقال. نعم، مع أنه الظهور التلفزيوني ما كان بالبال بصراحة لسبب ضغوطات كثيرة على العائلة وعلى الأقارب، ولكن تشرف بهالجلسة. أول شيء بهنيك على المقدمة، لأنه فعلا ضخت طاقة إيجابية رائعة بالحلقة، وإن شاء الله ننتهي كلنا منشوف أنه هالخلافات اللي عم تقصمنا وتخلينا نحقد على بعضنا ما هي إلا خلافات عابرة، والبيناتنا أقوى، فيصل وأنت وأنا وكل اللبنانيين. وبتصور أنا هذه الحلقة فيها تكون فرصة إن شاء الله لفعلا إطلاق هذه الصرخة اللي أطلقت بطريق النحل إلى الميدان العملي، لأنه يمكن حضرتك تبعت وأستاذ فيصل تابع، إن كان التواصل الاجتماعي إن كان الناس يأست، وصلت إلى الحافة القهر، وبحاجة إلى طريق أمل، طريق نحل، بس طريق أمل بآخره في عسل. لنرجع على موضوع ما يكون كله لساعات. هلأ ثلاث سواعنا بما فيه كفاية، لك في نظرية بتقول اليوم الشعوب لازم تتحرق مظبوط لتقدر من صرختها من وجعها توصل لديمقراطية لمجتمع معافى. بتمنى يكونوا اللبنانيين تحرقوا كفاية، لأنه كل الأمور واضحة، إن كان واحد بهذا الفريق أو بهذا الفريق أو بلا فريق، خلص الأمور وصلت لحدها وبدها حركة لقدام. يعني اليوم نحن رح نحكي بالتفصيل عن، بس خليني أسألك عن يلي قاله أستاذ فيصل هذيك الجمعة، إنه قصة تهديدك وكل هالقضايا بالقتل ببلدتك يحمض إنه كانت طفنيصة. أستاذ فيصل، أول شيء أتمنى، أنت صحفي والصحفي هو إنسان علمي، وأنت اسمك إن شاء الله يكون على مسمى يعني فيصل، ما بين الحق والباطل. اليوم أنا أنت عزيزي وحبيبي وابن بلدي، ولكن بصراحة انزعجت وتضايقت، يمكن لولا سبب هو لا لأنك ما شفت دمعة أمي، ولأنك ما كنت هناك. صار في بروباغندا كبيرة تسخف من اللي صار وتحاول تظهره بإطار التمثيلية، ولكن هذا الشيء أبدا مش مزبوط. وأنا بصراحة كرمال أهل ضيعتي وأهلي كنت ما ناوي أفتح هذا الموضوع مجدداً، وعدهم قفله. بس حضرتك زكزكت لنا دكتور رامي، بس حقيقة أنه شو صار؟ اللي صار معلش أرجع أفتحه. أنا حكيت بناء خليني لك هذا موضوع مهم إن شاء الله نحكي فيه للمرة الأخيرة. لا بلكي بيقصد هيديك الجمعة. زكزكت هيديك الجمعة. إيه زكزكت الجمعة الماضية، بس إن شاء الله نحكي فيه للمرة الأخيرة. أول شيء اللي تعرضت له أستاذ فيصل هو كله صار بإطار وقائع وضعت في تصرف النيابة العامة التمييزية، حيث تقدمت بشكوى مفصلة بالأسماء والأرقام والتفاصيل بكل اللي تعرضت له، وطبعا وبشكل موثق وبشكل أتحمل مسؤوليته كمواطن وكمحامي بشكل أساسي. هيدي الشكوى هي مسار قضائي وصلت عند النيابة العامة بالنبطية. وهوني بس معليش كمان بسمح لحالي، أنا طبعا بحب أترك القضاء يأخذ مجراه ويقوم بالتحقيقات اللازمة، ولكن تقدمت بالشكوى وسجلت بالنيابة العامة تحت الرقم 2934 ب1/6. اليوم نحن ب1/7، صرنا شهر. اليوم اتصلت قبل ما أجي بالنيابة العامة، قلم النيابة العامة بالنبطية، لازالت الشكوى بيد المدعي العام بالنبطية.
طبعا بعرف في عجقة وفي شكاوى كتير، ولكن شكوى مقدمة بجرائم منها محاولة قتل وعدد من الجرائم الأخرى التي تمس بهيبة الجيش والقوى الأمنية والدستور وغيرها. كنت أتمنى أن يتم التطرق إلى والتعاطي معه وبدء التحقيق الفاعل بوقت أسرع من هيك، وإن شاء الله بيكون هالنداء عبر هالحلقة محفز. هلا حتى الآن لم نفهم حقيقة ما جرى، يعني أنت توصف بالعموم لكن عمليا لم يتسنى لنا أن نفهم أي شيء. يعني اليوم أنا مستعجل استاذ فيصل. لا مش مستعجل، لازم تفهمه يعني بما انه دخل بالموضوع، حتى اذا كان عندنا رد نرد بناء على الموضوع. هي شو صار يعني؟ بدي اتجنب التفاصيل بس رح ارجع فوت فيهم ان شاء الله للمره الاخيره. اليوم عقدت مؤتمر صحفي وطلعت بعد منه على ضيعتي. اثناء الطلع على الضيعه صار في اتصال من قبل رئيس بلديه يحمر الحاج قاسم، وصار في اجتماع بمطعم الساحه، طلب مني انه ما اطلع. انا قلت هذا حقي الدستوري وما رح اتنازل عنه، بدي اطلع، ولكن مستعد انه اطلع من دون اعلام ولا اي كاميرا ومن دون اي مواكبه امنيه. اعطيت هذا التعهد وطلبت في المقابل انه يتم الحديث مع المسؤولين بالحزب انه ما حدا يتعرض لي. وصلت على صيدا، بيجيني اتصال من اخي عادل بيقول لي بلغت للتو بقرار مركزي اتخذته قيادة الحزب وبلغ إلى مسؤول القطاع ومسؤول الضيعة أنه ما حدا بيتعرض لرامي علاق. عظيم. قلت له لما دام هيك القصة حصرت ببعض الزعران، عفوا التعبير، فصارت سهلة وما في غطاء من الحزب. اتصلت بالقوى الأمنية بقيادة قوى الأمن وقلت لهم أنا الوضع 1-2-3. قالوا بدك مواكبة؟ قلت لهم خليني أوصل على النبطية وبعدين منشوف، لأنه أنا ما بدي يكون في مظهر استفزازي. حتى أكثر من هيك عرضت على الحاج قاسم وقتها إذا بدكم أمنوا لي سيارة من النبطية مفيمة وما ببين، بدي أوصل أخي هذا ضيعتي، بدي أوصل، خليني أقرأ الفاتحة لبي للشهداء وأرجع وبلغي الحفل اللي كنت عامله مع مجموعة من الشباب للنقاش. وصلت على النبطية كان هناك صحفي ادعى انه تابع لصحيفه الجريده، طبعا عم بحكي وقائع الشكوى انا كلهم، وصار بلكني كويتيه على عراقيه يستدرجني. قلت له انا ما بدي صحفيين، كل 10 دقائق من قبل ما اجتمع برئيس البلديه مطعم الساحه ويقول لي انا رح اوصل على الضيعه، مشيت على الطريق اللي وصلت والناس هون بدها اياك. شو يعني هو لا هو راح قبلي سبقني. قال لي الناس هون بدها اياك، بدها تسمعك، في نص البلد معك نص ضدك. ونحن كان لنا تعامل مع صحيفة الجريدة يعني، فأنا أخذته على محمل الجد ولم أشك. وكان في صحفي آخر اتصل فيني، طبعا الأرقام كلها بالشكوى وموثقة بالنبطية. اتصلت بقوى الأمن، تفضل يكون عندي حدا مدني من قوى الأمن يواكبني لأنه المعلومات متضاربة. بعثوا لي قوى الأمن مجموعة بقيادة المؤهل الأول قاسم رمال. بس خلينا يعني بس تنعجب بالقصة لأنه عم نغرق كتير بالتفاصيل. اللي صار أنه خيي ووالدتي راحوا على الضيعة قبلي على أساس أنه يرتبوا الأجواء بدون قبل ما أطلع. قلت هيك للمؤهل الأول، قال لي نروح نحن على الضيعة كمان نرتب الأجواء ونجي نروح أنا وياك. راح ضيعة وأنا مقرب، تركني بنبطية الفوقة وقربت. أنا ضليت بمطرح لقيت فيه تحركات مش مريحة، وكان معي الصحفية صوفيا عمارة. مشينا إلى حد كفر تبنيت، ضيعة قبل أرنون قبل يحمر. فتنا بكفر تبنيت يعني خلص هناك بدك تروح باتجاه يحمر، ما في مفارق. وصرنا على مطرح اسمه طلعة الحمى، طبعا اتصالات مكثفه وحسيسه كل الوقت. وكنت بعدني ناطر بعد ساعه وعشر دقائق، كنت ناطر قوى الامن اللي مكلفه بحمايتي تجي. بتصل فيهم بيقولوا لي نحن ما فينا نجي، بدك تموت موت لحالك. قوى الامن هيك ابلغتها بالضبط يعني عندك اسماء؟ طبعا طبعا عندي اسماء بالدعوه اللي مقدمه، يعني ذكر هذه الاسماء بالضبط، وبالشكوى سوف يعاد الى ملف الاتصالات، كل اللي حصل سوف موثق يعني. فقالوا لي نحن معلوماتنا بتقول لو جيت انت و100 سياره معك سوف يتم قتل من فيهم وحرقهم بارضهم، هي معلوماتنا. اتصلت بقياده قوى الامن وقلت لهم انا بدي اعرف صحه هيدي المعلومات، بصراحه شكيت، انتم بعتين ناس يحموني وبيقولوا لي هيك، بياكدوا لي المعلومات. بتصل بقياده الجيش على اساس كمان الجيش يبعت مجموعه من مخابرات الجيش للمواكبه، ما وصل حدا من قياده الجيش. بوصل على ارنون ضيعه اللي قبل ضيعتي على اساس احترت. بتصل بخيي ما بيرد.
بعرف بعدين ايه انه كان طالع عم يعمل خطاب بالحسينيه ليهدي العالم. اللي بيصير انه بصف على جنب بلف في بركه قرنون بالساحه، قلت بعد البركه بصف على جنب لانطر شيء، يعني صرت خائف. بعدني لافف الكوع، بيجي فان ابيض وبيكون متصل فيني شخص اسمه محمد جابر مع مجموعه شباب، بيقولوا لي نحن معك ولازم تجي على الضيعه، ونحن هنا قدام الحسينيه، ونحن الحكي اللي بدك اياه يعني المدح، ونحن رح ننطرك على باب الضيعه ونفوت نحن وياك، ولازم تحكي مع العالم ولازم العالم تسمعك، لانه هيدا بيقلب الناس معك. انا ماني دريان شو عم ينزاع بالجامع كان، وماني دريان انه ثلاث مرات بينزاع بيان، يعني انا لحد هلا بعدني مصدوم بهالموضوع. يا اهل يحمر، يا رجال يا نساء، هبوا لقتل الزنديق المخنث رامي علاق. مين نزاع البيان بثلاث اسماء موجودين بالشكوى، بثلاث اسماء ينتمون الى حزب الله، من في منهم نعم. اوكي طيب، يعني بتعتبر هود التهديدات يعني. خليني هبوا لقتله ومن يناصره وحرق جثته وتعليقها في الهواء، هيدا انزاع ثلاث مرات بالجامع، هيدا حكي بنحكى ببيت الله. المهم هلا ما بدي ارجع، بديش افتح هيدا الجرح، بدي خلي القضاء ياخذ مجراه. فتحته وقول يعني انا بصراحه خليني كمل. انا بلف الكوع هون، مش رح احكي بالحيثيات اكثر، بلف الكوع، بيجي فان ابيض مرسيدس رقمه وصاحبه اللي هو مسؤول الحمايه الامنيه بالحزب، اوكي بيجي بيلحقني بخفف. في بيت أرميت تحت قلعة الشقيف، قدامه فسحة، بيكون في سيارة عم تضوي من بعيد، بيضة سيارة خي عرفتها دغري، عم بضوي وماشي بسرعة جنونية، بيجي بسكر الطريق علي وبقول لي بتوقف هون، تنزل أمي وأخي من السيارة بيضربوا مثل الخوط على السيارة، طلع بسرعة من هون بدهم يقتلوك، عم تنتحر بدك تقتلنا معك. أنا عيني على الفان، الفان بيقطع عني بالصف، دغري بس يسكر علي أخي بيبرم الفان بأرضه وبيرجع. بيكون في معي لأحكي أكثر شخص كمان شاهد آخر بس ساكن بالمنطقة وما بدي جيب سيرته حفاظا على سلامته، معه سيارة سبق بلف وبيرجع بيظهر بسرعة، بيجي الفان بيقطع عني قبل ما لف بيسكر الطريق بالعرض، ومن بعيد بيكون في سيارات جايين. الكمين كان قدام على كل حال كل الوقائع. يعني تعتبر انه كان في كمين؟ في كمين محكم اصلا، معلومات قوى الامن كل 20 متر في سياره مفيمه مسلحين وفي اسلحه، ده حكيهم القياده والشباب اللي كانوا بالضيعه. اللي بيصير انه سكر الطريق، الفان عريض سكر الطريق كامله، ما في مجال اهرب، في ورا الفان شجره وصرت على الحقله وحجار، قلت لها لصديقتي وطي راسك اذا ما ظهرنا منموت، وسرعت كان معي سيارة دفع رباعي، سرعت طلعت فوق الشجرة فوق الأحجار بين الحيط وبين الفان بسرعة قوية جدا. كان في ورا الفان جيب بيج مفيم وفي مسلحين، وكانوا على أساس المنظر الطبيعي أنه أنا تسكر علي خلاص، يعني طبيعيا ناطرين الدعم وما بظهر، يمكن هوليوود هون ساعدتني شوي فكر بسرعة وأظهر بصراحة. تفاجأوا شافوني ظاهر من ورا الفان، ما قدروا يدوروا السيارة ويسكروا، بيركض واحد دغري وبيوقف قدامنا لابس قميص أبيض واسمه بالشكوى، ما بدي أحكي أسماء هلا اليوم، بيرفع يديه بده يوقفني. قلت له لصوفيا أنا مضطر أهرسه لأنه ما فينا نضل هون. قبل ما أوصل عليه بثواني لفيت هيك بسرعة، راح يمين رحت شمال، ضربت بإيده بإجره ما بعرف، رحت أقصى الشمال على حفة البركة عند الشجرات والحيطان وزمطت في أول كوع 200 متر وبيرجع تاني كوع بتصور بالحمى، وزمطت من هنيك وجيت دغري على بيروت. يعني بس خليني ارجع اختم معك، يعني بتعتبر الامر اكثر من تهديد، كان هناك كمين طبعاً محكم لك. ونجونا باعجوبه. انا بعدني بقول باعجوبه، بس بقول شغله على مهلك، بس اخر شغله لتشوف قديش كانت محكمه. هودي اللي دعوني تعا وكذا كانوا عم بيسوقوا الفان، هن عم بيوقعوا فيني. الصحفي عندما وصلت بالنزله اول ما زمطت تلفن لي دغري وتليفوني معي وبعدني مرتعد، قلت له زمطنا في بان ابيض سكر علينا بيقتلونا، كانوا عم بحكي معه، قال لي وين صرت يعني؟ قلت له زمطنا منهم صرنا بنزله الحمى، مسجل واتصالات كلها بتنجاب للقضاء. بتتغير اللهجه تبعيته، ما بدي احكيها على الهوا، بيقول لي يا فلان كلمه بذيئه، انت عارف من هن هول الشباب؟ أنا بنصدم، بسكر الخط وبضلني ماشي. هذا ضمن الاستدراج كان المشهد. لقلك شغلة معلش أستاذ وليد، ما بدي أحكي هذا الموضوع كانت، بس كان المشهد صار فيه إثارة أجواء عائلية بالضيعة، رحت على يحمر كأني رايحة بعلبك بين أشباب العائلة علاق، ووضعوا العائلات بوج بعضها، وكان في ناس من ورا، مش هذا المهم، إنه بالوش في زعران وولاد وبدون يعملوا، بس بالخلف هذا الإحكام والتنظيم ما بيعملوا زعران وولاد بالخلف، وانسحاب المخيف لقوى الأمن وللجيش ما كان بيصير لو ما الحزب مغطي
العملية كانوا بالآخر زعران وفرضوا هيبتهم. أستاذ فيصل جزء من التحقيق عم تشوفك عم تتبسم. لا عم تبسم يعني كيف لا. يجعل الإنسان من نفسه ضحية بهذه الطريقة شكسبيرية يا خي ليش عم ليش حكمت عليك عم تعتبر أنه سيناريو مختلق يعني حكيتك وقائع إيه بس ما أنت حكيت هلا ما بديش أحكي أنا حكي يعني استخفاف بحياة العالم يا أستاذ فيصل والله حرام يعني بكل واحد يموت عم نحاول شوي نخفف عنك أنه كل هذه المزاعم اللي عم تتفضل فيها أنت دغري حكمت إلا مزاعم اي شيء ما في منه بدليل لو كان فعلا في شيء منه أيه. مش رامي علاقي ولا 100 واحد مثل رامي علاقي بيقدر يطلع من ضيعه مقفل طريقه اساسا لو كان في نيه لازم واحد يموت يعني مثل هشام السلام لحتى يصير في قضيه خي اسمح لي انا ما قطعتك خلينا يعني هيك نتفاهم على تفضل. طب كيف تقدر كل هذه الوقائع اول شيء اسمح لي يا استاذ وليد يعني هذا العرض المثير يعني الذي فيه اكثر من المسرحه اكثر مما فيه من الواقع بدليل اول شيء انت بتعرف هذه المنطقه على المستوى الجغرافي استاذ وليد لا بالتفاصيل يلي ذكرها لا طبعا بدون تفاصيل انت بس تطلع من النبطيه الى كفر تبنيت وتروح الى يحمر ما بيعود عندك الا طريق واحد ما في غيره يعني لو كان الحصان ما حيقدر يطلع من الضيعة إذا كان رايح على طريق الضيعة وجاي من طريق الضيعة يعني طريق واحدة طريق واحدة ما في غيره فكيف بدي أعمل أنا ميت الكمين هذا اللي مش قادر أقدر أصطاد فريستي إذا فعلا في نية جرمية بهذا الإطار هذا واحد اثنين الأستاذ رامي لما طلع على الضيعة بناء على اتفاق مع الحج قاسم علاقي اللي هو قرابته واللي هو توسط له أكثر من مرة بدليل الحاج قاسم علاق رئيس بلدية علاق لكن هو أيضا منتمي إلى حزب الله لو كان فعلا في نية عند حزب الله أنه رامي علاق أصبح يعني خارج من الدين ومن الملة ما بيقولوا له يا خي بلا ما تطلع نحن ما من يعني أخذ موافقة مسبقة مش موافقة مسبقة ما هودي بحكم العائلة يعني بالنهاية ده قرابته يعني هو منه لا قتل الحسين ولا قتل الإمام علي يعني إذا واحد طلع يعني عمل كتاب انه هو كان بيوم من الايام بحزب الله وترك حزب الله مش معناته انه حزب الله ما عاش عنده شغله عامله الا يرجع رامي بس بيخبر غير هيك يعني حتى بتحت المياه الخضراء ببلش خليني بس واحد بيخبر انه كان في اجتماع على مستوى مجلس شورى الحزب بس بدي كمل استاذ فيصل انت كنت هونيك او مصادرك يعني انت عم توصف يا اخي ما انا عم وصف لانه كل بيت على اصحابي بعرف القصه مثل ما انت عم تحكي ما انا كمان فيني اعرف وانا بنت خالتي بيحمر كمان فيني اسال بنت خالتي نعم. بغض النظر انا مش هذا انا ضد اي تعرض بالمناسبه لا 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 طب ولا بس برايك يعني كله سيناريو مركب لا لا في شخص عامل يعني شيء معين حاسس حاله انه هذا الشيء بده يعمل له حجم معنوي على المستوى الوطني فبيحس انه بهذه الطريقه ممكن يصير له حجم معنوي هذا خطا هذا تفكير خاطئ في مقارنه يعني عم تعتبر انه هو عم بيركب هالسيناريوهات مش عم بيركب بس مش قصه انا ما عم بقول انه هن عم بركب يعني ولا بس ولا انا لا أفهم. يا اخي دقيقه خليني اكمل الفكره اذا سمح انا ما عم بقول انه هو يعني رح يستقبلوه بالورد وبالزهور بالتاكيد في نقمه له بطبيعه الحال هذه هي البيئه الحزبيه والبيئه العائليه وين من كان بتشوفها مش بس عنده ممكن تلاقيها بضيعة مسيحية بضيعة سنية وين من كان أمس الشيخ ماهر حمود بعملوه زنديق ومش عارف شو إلى آخره على الهوى كل واحد بيخرج عن اجتماع عام هذه بيصر. البيئة جاي. التي جاي. لها رأي معين جاي. ربما لا تطيقه لكن أن يتحول هذا الأمر إلى مثل ما عم يتفضل القصة بدأت باشتعال على الفيسبوك وعلى مواقع الإنترنت بدأته بنت عمه خيبيو مروة علاق على خلفية ما يجري في سوريا صار ردة فعل داخل البلدة على الكلام اللي أطلقته على الفيسبوك ناس ردوا عليها بس عم يحكيك بكمين يا أستاذ دي أشواي دي أشواي عم نقلك شو القصة يعني هذه النقمة من وين إجت مش إجت من طريق النحل ولا من تحت السماء الزرقاء والخضراء ومش عارف شو تحت المياه الخضراء تحت المياه الخضراء عفوا لأنه ما جبتش الكتاب معي مش تحت المياه الخضراء القصة إجت على خلفية جملتين طلعوا على الفيسبوك تسبى زينب ألف مرة ولا يسقط شهيد هذه هي كل القصة هذا موقف لألك بدأ لا بنت عمه بنت عمه وهذا رأيه وهي حرة برأيه وما حدا له معه وممكن كتير يكون عندهم آراء هيك لكن هذا
ممكن أن يحمل الآخرين بهذه اللحظة المشتعلة على أن لا يتقبلوا هذا الأمر، خصوصا عم يربطوه مع فكرة أنه رامي علاق وإن في شغلة على حزب الله بيحاول أنه ينتقم طيب. منهم أو يعمل أي شيء منهم. طيب بذلك هذا يعني الجو بس خليني كمل. الجو كان ضاغط، إيه الجو العيني، جو الجو التهديدات. ليس للحزب علاقة بهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد، وما حكي عن هجوم على البيت وحرق بيت أنا بتحدي طيب. الآن على الهواء. إذا عنده صورة لحظة. إذا عنده صورة لحرق حرق، إذا عنده مثل ما عم بيحكي أو مثل ما ادعى بالدعوة ومثل ما كتب بالصحف على المقلي بيبرز صور بيطلع بيقول والله بيتي انحرق طيب. اعتدي مش عارف شو إلى آخره. كل ما في الأمر في بالتأكيد هو غير محبوب بالضيعة نتيجة ما وقفه، وهذا طبيعي وحقه، هذا حر. لكن أن يحمل حزب الله وأنه والله يابا حزب الله ناطرني على الكوع وناطرني على الشارع ومش عارف شو، ما حزب الله لو كان عنده نية جدية بهذا الموضوع مش عليه على 100 واحد غيره كان بيتصرف. ما في كتار صحفيين بالضاحية وعم بيكتبوا وبينشروا حزب الله من الصبح لعشية وما حدا بيقرب صوبه. هذا بيقودنا للسؤال عنك، وخصوصا بمقدمة أو بأول كتاب تحت المياه الخضاء، يعني بتحط كمان سيناريو أنه كأنه مجلس شورى الحزب مجتمع من بعد ما صدر كتابك الأول طريق النحل لحتى يعالج موضوعك أو قضيتك. هذا الكتاب الثاني ما شاء الله. الكتاب الثاني يعني كبير كتير، قاموس المحيط ما شاء الله. فرجيني بس منه كمان مياه محيط المحيط هذا. والثالث جاي ان شاء الله وكبير بكمل قصه. طيب شو قصه هالسيناريوهات؟ البعض بيقولوا انه بتضخم الامور دكتور علاء لحد يعني انه وكانه يختلط الواقع بالخيال احيانا. خليني بس، انا ما بدي اصلا يوم الحلقه بلشت بمنحة رائع. لا بس نخلص بعده رائع، بعده رائع يعني اذا نخلص هالموضوع بس وضحنا يعني وجهه فيصل اليوم. هلا ما بدي ارجع افوت بالتفاصيل، ولكن بين الحق والباطل اربع اصابع، بين واحد يشوف وواحد يسمع. مع احترامي لكل مصادرك بالضيعة، صحيح. مش بس لحالي شفت، كان معي ناس وشافوا. ولمعلوماتك يا أستاذ فيصل أنه المعلومات اللي إجت بالشكوى كلمة مش محبوب بالضيعة هي إجت كلها من أهل الضيعة وحتى من ناس داخل الحزب، لأنه في نقمة كبيرة ولكن بعدها صامتة، مش بس بيحمر بكل المجتمع الشيعي في نقمة وغضب على سياسات الحزب. خلينا بيحمر، خلينا لا بس لا بدنا نطلع من يحمر، ما بدنا نضلنا كل الليل. أنا اليوم بيحمر بقصة شغلة، أنا حتى وقت كتبت الشكوى ما كنت عارف بالوقائع شيء، ولكن ذهلت بيومين قدي إجا زارني ناس من يحمر ولكن مش مبينين ومش مش مش بالعلن، وعطوني هيدي الوقائع كلها. وأنا كإنسان علمي بدرس بجامعة تحملت مسؤوليتها وتقدمت بشكوى للقضاء. يعني أنا اليوم إذا معلوماتي خاطئة وفيها أسماء أطالب بالافتراء وأحاكم بالافتراء. يعني أنا منا لعب الشغلة ومنا بس عم بتسلى وأعمل خيال، يمكن بالكتاب بحط مطرح في حلم أو شيء، بس شكوى فيها وقائع قضائية مقدمة من محامي. حقك تعمل شكوى بس مش بالضرورة يكون فيها يعني أسماء محددة يعني. يا أخي فيها أسماء محددة، إذا أنا ما عندي دلائل معناتها عم بفتري، معناتها أنا أطالب بالافتراء وأحاكم يا سيس فيصل، منا شغل لعبة. هلأ بالآخر بموضوع خلي القضاء ياخد مجرى طبعا هذا ويبين كل شيء. وبقول شغلي، أنا كنت ناوي ما أفتح هيدا الموضوع كرامة لأهلي ولأهل ضيعتي، وبقول شغلي حتى بالشكوى. صدقني حتى اللي كانوا بدهم يعتدوا علي ويقتلوني ويقوسوني ما عندي مشكلة معهم، أنا كنت مطرح مهني هلأ وبفهم كيف يفكروا وبفهم غشاوي اللي جاي، وكنت حتى ما بدي أتقدم بشكوى لأنه بالآخر مش هدفي لا فلان ينحبس ولا فلان يتحاكم، هدفي يشور في وعي والضيعة ترجع واحد، وإن شاء الله قريبا نتخطى هذا الموضوع. ولكن الدرجة اللي بلغها بعض الزعران لازم كان ينوضع لهم حد عن طريق القضاء، وان شاء الله الامور بتبين والمسامح كريم مش هيدا نقطه. طيب بالانتقال من الخاص الى العام، نعم. يعني وقت اللي بتتحدث بكتابك نعم. تحت المياه الخضراء عن قرارات الاغتيال نعم. التي تتخذ داخل قياده حزب الله نعم. وبحضور السيد حسن نصر الله شخصيا، الا تكون تعمم هذا الاتهام لتؤكد اتهام الحزب باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسواه من الشهداء؟ قفزت قفزة كبيرة. لا منا قفزة كبيرة يعني أنا رح أحكي رأيي أنا اليوم بهالحلقة هذه بالذات، رح أحكي رأيي متقدم عن كل اللي حكيته قبل. أنا أتحمل مسؤولية ومكتوبة بالكتاب بمقدمته كل ما ذكر في كتاب طريق النحل وبالأخص في كتاب تحت المياه الخضراء. أنا ما كتبت خيال هون، كتبت نون فيكشن يعني كتبت بالفصل الأول واقعية كلها. اليوم بالكتابة
كل الحقائق أتحمل مسؤوليتها بدقة. أما بعض التفاصيل، اليوم واحد لابس أبيض وعمامته لو لهالجهة أو لهالجهة أو حمل مسبحة أو لا، هيدي ما بتغير بالحقيقة شيء. وكل هيدي المعلومات سيس فيصل أنت أخي بالآخر، ولكن في شيء يمكن بالأول ولا بالآخر؟ بالأول وبالآخر بالأول. إن شاء الله نظهر وبالنص نظهر بانطلاقة جديدة بعبدك. اللي بدي أقوله يمكن القليل اللي بيعرفوا، أنا الفترة اللي قضيتها بالحزب مع أنها كانت قديمة لقلك شوي، أنا طلعت بأواخر 96، كانت كافية لتشكيل الصورة اللي كتبت عنها بالكتاب أو بالكتابين بدقة. وكنت على علاقة لصيقة جدا بأشخاص خصهم مباشرة بكل اللي عم بيصير. ولما أنا ينقلي بس شغلة صغيرة، يعني كتاب طريق النحل، هذا الحزب موجود، أنا دعيت من قبل أنه خلي الحزب ينتدب من يريد، ما بعرف إذا أنت منتدب من قبلهم هلأ أو جاي بشكل شخصي. أتمنى أن أكون منتدب ينتدب من يعني يشاء ما حصلت ليحكيني بس نحن دايما بننتدبه. بس خليني أقول لك اليوم، لأنه ما في آخر كل شيء من حل بالحوار بعدين، اللي بقول لك إياه نقلي بالحرف من عضو شورى قرار كتابك طرح طريق النحل بعد ما حكيت بهذا في شورى القرار 3 مرات بالحرف وأذى الحزب كثير. هلا طبعا انا الحزب بعدني ما بنظر الى الحزب كمجموعه كامله وشيء سيء، الحزب هو مجتمع، عندي مشكله مع بعض القاده بالحزب اللي عم بيجروا مش الحزب بس الشيعة والمجتمع الشيعي الى الهلاك، وهودي انا عم بوقف في وجهن، وعندي حرص على الانجازات اللي قامت فيها المقاومه. فقال لي هذا الحكي وكلف السيد جواد كلهم يدعي وصلا بليله يا 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 استاذ فيصل، يا ما نحكي علم ووقائع يا ما نقعد نتحكم طب لا بس قال لي عن موضوع الاغتيال. يا أخي كلف السيد جواد نور الدين، تعرفوا للسيد جواد هلا انت احكي شو بدك. كلف السيد جواد نور الدين من قبل شورى القرار رسميا بالتفاوض معي، وهذا خي حي والسيد جواد حي، وتفاوض معه. مع اخي انا رفضت المفاوضات وقتها، كان في شخص عم بيقوم بالواسطه هو اخي عادل، وما وصلنا لنتيجه، ما بدي فوت بالموضوع كله موجود بالكتاب، ولكن هذا صار يا اخي، شورى القرار موجودة، طيب بس سيد جواد موجود. بس يا دكتور علي، المفاوضات شيء واتخاذ قرار أو البحث في موضوع اغتيالك شيء يا آخر. يا أستاذ وليد، نحن نعمل حلقة لا لا عم كربلاء رامي علاك، يعني ما احترامنا لأهله بدنا نعملناش ناخد الحلقة نحو الشخصي، بدنا نفوت للشيء العام. إلى الآن يعني لم يتكلم بأي شيء ممكن أن يفيد الحوار المطروح بالترويج. هلا نحن من يعني هلا نطلع من سألني عن موضوع الاغتيال، لأنه إذا فتنا موضوع الاغتيال أنا مسؤول عن كل ما كتبته قدام القضاء قدام الرأي العام، ويجوا المسؤولين بالحزب يناقشوني فيه، مستعد دافع عنه واثبته. طيب بالموضوع العام كمان، ما دام تنأذب أكثر على الموضوع العام اليوم دكتور علاء، بالموضوع العام كمان تتهم زولفقار المسؤول العسكري بحزب الله بأنه وراء التفجير في الجامعة الأمريكية، عشو بتستند بهذا الاتهام؟ أنا فليكن هناك من قضاء يحقق بهذا الموضوع، وأنا مستعد للإدلاء بكل ما كتبته والدفاع عنه وأثباته بدلائل وبراهين. يعني عندك إثباتات على هذه الكتاب؟ ما بكتب أنا كتاب هيك، أنا زلمة علمي، ما بكتب كتاب بهالشكل وبهالتفاصيل لأتحمل مسؤوليته، مع أنه مشكلتي مش مع أشخاص، ولكن اليوم بالآخر الأشخاص هن اللي بيتمحور حواليهم بناء مجتمعات. اليوم سيس فيصل تعرف، اليوم السيد حسن نصر الله، الحاج رضوان، عماد مغنية، وزلفقار، مصطفى بدر الدين، يعني هن اللي قام الحزب، مسؤول عسكري ومسؤول أمني وأمين عام، هودي عمادة قيام الحزب. حفظت رضوان حفظت شيئا وغابت عنك. لا يا اخي عمهلك، انت كنت بوقتها بالجامعه الامريكيه، هل هذا يعني انك كنت على تعرف يعني كنت مسؤول حزبي؟ تعرف الشطر الاول من البيت سيس فيصل، بس حفظت شيئا وغابت عنك أخي. انت بالظاهر يا سيس فيصل الاشياء الكبيره كل من يدعي في العلم معرفه بالضبط يا سيس فيصل. يعني هول الأسباب اللي عم تذكرهم أنت، نعم. ما الآن يعني بياع الدرة بالضاحية بيعرفون هول الأسماء، يعني ما عاش في إلا بس هو كان كمان بوقتها بالأمريكية بالجامعة الأمريكية. دكتور دكتور رامي أكثر أسماء متداولة الآن في كل أنحاء العالم من أمريكا اللاتينية إلى آخر الأسكيمو، نعم. سيد حسن نصر الله
ومصطفى بدر الدين وعماد مغنية. يعني ما هو الجديد في هذا الأمر؟ الجديد إشارته إلى موضوع تفجير الأمريكي، موضوع الاغتيالات. شو بتقول بهالموضوع؟ ما بعرف هو شو طلع معه، شو الإثبات اليوم يعني؟ هيدا الكتاب، نعم هيدا الكتاب، وأنا مسؤول عن كل حرف. يا أخي ما فيك، أنا ما بكتب هيك اليوم. أنا قضائيا مسؤول، أخلاقيا أهم شيء مسؤول، قدام الناس مسؤول، وقدام مجتمعي الجنوبي، وقدام الحزبيين القدامى اللي هن بعدهم أصدقائي مسؤول. يا أخي أنا اليوم عمهلك استاذ فيصل، مش هيك الامور جزاف. عم بيقول ما معنى انه عم بيقول ما انا احنا مش عم نقدر. انت عم تحكي لحالك، انت عم تحاول تقنع حالك. لا يا اخي مش انا. ما هي الحجه في اقناعك للرأي العام بهذا الموضوع؟ ثم ما هي المنطلقات يعني هذا الكتاب بناء على ماذا كتبته؟ ما هو ليك بناء على ماذا؟ هل تريد ان يصل لبنان الى العداله السياسيه؟ يعني انا بفضل ننتقل الى موضوع لبنان، ولكن هذا الموضوع فتح. أنا كتبت كتاب وقلت بناء على مشاهدات شخصية مباشرة، بناء على كوني جزء من بعض الأعمال اللي صارت كنت، وبناء على توثيق من قبل أشخاص كانوا مسؤولين عني بالحزب، وعشت هذه اللحظات بدقائقها معهم. معلش طيب، وبقول لك بالاخر معلش مشان ما نشتت النقاش، نقطه مهمه، لانه اليوم انا ما عندي مشكله شخصيه مع حدا من هودين ذكرتهم. انت عندك مشكله مع حالك. يا اخي مشكله معه استاذ فيصل، جاي تعمل احكام انت هون؟ طيب على عندك مشكله مع حالك. حكمت عليك شيء حكم؟ ولك لا عنك شيء؟ عم نحاول هيك نخفف عنك، لانه انت عم تحاول عندي يعني هم وطني استاذ فيصل، وعندي هم مجتمعي الوطني رايح نحو الهلاك. طيب وهذا اللي نحن اسمح لي بالموضوع الشخصي تنختم. ايه بالموضوع يلا. الشخصي اول شيء يعني معلش، يعني يجب ان يعرف الرأي العام حجم ما كان يتسنمه الدكتور رامي علاك في داخل المنظومة الحزبية لحزب الله، لانه عندما يقول كنت مسؤولا في حزب الله، هذه الكلمة مطاطة. مسؤول عن 3-4 أشخاص بسموه مسؤول، ومسؤول هيئة قيادية بالحزب بسموه مسؤول. من وين معلوماتك؟ بس أنت منك بالحزب. معلومات نعم. أنت منك بالحزب. أنا مش بالحزب يعني، بس قريب يعني. ايه. بعرف شوي. مقرب. بعرف شوي. وتنسى أنه أنا صاحب العلاقة. بعرف يعني شوي. ايه. دكتور رامي هل تم تزويدك بالمعلومات من الحزب؟ شو بدك؟ لا عم بسألك. أنا سأقص نكون شفافين قدام المشاهدين. سأقص ما أعرف، وعلى الرأي العام أن يحكم، وعليه أن يجيب أو طبعاً يدافع عن طبعاً نفسه. طبعاً كل شيء على الطاولة. الأستاذ رامي علاك كان مسؤول التعبئة التربوية لحزب الله في الجامعة الأمريكية. عظيم. وهذا التصنيف داخل حزب الله يحتوي على عشرات المسؤولين من يعني من شاكلته بهذا المعنى، مسؤول كلية العلوم، مسؤول كلية الاقتصاد، مندوب كلية يعني الحقوق. ما كان دوره كبير بدأ. لا يعني هذا هو الدور المحدود الذي له علاقة بالانتخابات الطالبية وبمجلس قيادة الفرع داخل التعبئة مثل أي مسؤول عظيم تنظيمي بالأحزاب الأخرى. حدث أن قام الأستاذ رامي علاك بكثير من المشاغبات داخل الجامعة الأمريكية، وأدت إلى توتر بينه وبين مسؤوليه ومرؤوسيه، ومن ثم حصل الافتراق. لم يستطع الدكتور رامي علاك، وهذا ربما من حقه الشخصي، أن يتحمل أن يفصل أو أن ينحى جانبا، ولذلك حمل على الحزب هذه الحملة الكبيرة بعد يعني بعد دراسة وتمحيص وإلى آخره. لا الهم وطني ولا الهم مش عارف شو. بس ما فيك تحكم له عنيات كمان. خليني احكي معك، خليني احكي انا وهو بصحيح. تفضل. هلا بصحيح. بعد هذه الفتره وبعد ما يعني جلس جانبا والى اخره، بدا يفكر في انه اصبح رقما يعني معينا، مثل غيره. حقه كثير. الشيخ صبحي الطفيلي كان امين عام حزب الله وخرج جانبا، وهو الان يعني لا احد يشعر بأنه كان في يوم من الأيام مثلا على سبيل المثال صاحب الكلمة الأولى في حزب الله. بقي الحزب يمشي صاحب كلمة. لا ايه؟ عم بيحكي داخل الحزب. صاحب الكلمة الأولى في الحزب لا ايه غير موضوع. الشيخ صبحي الطفيلي كان صاحب الكلمة الأولى وهو من لب المؤسسين لحزب الله وأول أمين عام وإلى آخره. عندما افترق مع الجماعة، عندما نتحدث عن الجماعة، الحزب هو جماعة، لا يستطيع أحد أن يأخذ الجماعة بس فقط برأيه الشخصي، ربما يكون على خطأ على صواب، أنا ما لا أريد أن أدخل في تفاصيل، لكنه أين انتهى الآن؟
أين هو الشيخ صبحي الطفيلي الأمين العام والمؤسس وأين هو الحزب وأين هي مسيرة الشهداء؟ بغض النظر، هذا هو السؤال المركزي. أن تكون مسؤولا عن حلقة صغيرة ثم تريد أن تضخم نفسك كأنك فيل أو كأنك الزرافة، فهذا أمر لا يقبل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، ذهب الأستاذ رامي عليك لكي يعني يعيش هذا التضخم في الأنا الشخصية، وحقه، أنا لا أريد أن أنكر عليه حقه، مثل أي واحد منا ممكن أن يتضايق من شيء ما. ذهب للترشح في الانتخابات في جبايل عن المقعد الشيعي، جاب 63 صوت. لو كان هذا الهم الوطني كما يدعي ولديه هذه القدرة الفضفاضة، على الأقل كان يترشح في الجنوب إذا كان فعلا هو بده أنه يوقف بوج مسيرة حافلة بالأخطاء إلى آخره. طيب. مشكلتنا نحن أستاذ وليد عندما يخرج الإنسان من المجموعة يظن نفسه أنه هو أصبح المعصوم والآخرون على خطأ، وبالتالي يستثمر من كل النواحي، يأتي إليه القريب والبعيد ويستثمر الحالة فيخرج بهذه الاستنتاجات التي ليس لها أي أساس من الصحة. كأن يقول هنا كنت مسؤولا في حزب الله وقال لي ضابط إيراني. أنا أتحدى الأستاذ رامي علاق على الهواء إذا كان يعرف ضابطا إيرانيا أو رأى ضابطا هو سمي إيرانيا. سمي سمي ليك، رح أرجع معك لأنه أولا رح ناخد فاصل إعلاني ثم نستكمل الحوار معك دكتور علاق. دكتور علاء، بدنا ننتقل من القضايا الشخصية والخاصة إلى المواضيع العامة. نعم. بدي بلش أول شيء بموضوع الحزب. يعني تركت الحزب سنة 96 بعدما يأست مثل ما بتقول من إمكان إصلاحه من الداخل. هل هذا يعني أنه حزب الله عصي على أي عملية إصلاح؟ رح جاوبك أنا، بس ما بدي فوت موضوع الشخصي كمان. وما نحكي اليوم اللبنانيين بدهم حلم وطن وبدهم بناء وطن وبدهم استعادة ساحات الحرية. بس الأستاذ فيصل للتوضيح وباختصار، لأنه أنا بدي أطلع موضوع الشخصي. أستاذ فيصل، أنا تدرجت بالعمل الحزبي من التعبئة الطلابية حتى كان ما اسمها تعبئة تربوية، ثم إلى التعبئة العسكرية، ثم إلى محاور المقاومة، ولا زالت تلة الموت جرنية تشهد، ولا زالت الإصابة براسي تشهد، ثم إلى الجهاز الأمني، ثم وصلت إلى رحيمي أو رحمة الله ضابط الارتباط أو ضابط ممثل وزارة الأمن بلبنان. ما بدي أقعد أثبت وشي، وهو اللي بعتني على إيران وهذا باسبوري والختم عليه، ورحنا قابلنا السيد الخامنئي مرتين بمجلس خاص، وما بدي أرجع أذكرهم اللي ذكرهم ما بدي أرجع أذكرهم. يعني هودي وقائع ويثبتوا بكذا طريقة، مش هيدي القصة. بس أنا بدي أقول يا أخي، أنت عم تتناول شغلات من حياتي بدون قراءة معمقة للكتاب وبدون ما تكون معي. على الأقل أنا ما بحكي عنك وبقول أنه والله أنت ما عملت وما سويت، لأني ما شفت وبقول لا أدري. هذا أقل شيء. طب على كل حال، هذا متوك هذا بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع الإصلاح، مع أنه مش موضوعنا موضوع الأشخاص. ولازلت بالرغم من الكتب اللي كتبتها لازلت أحتفظ بمعلومات عن أشخاص ما ببوح فيها، لأنه فيها جانب شخصي وجانب خصوصية ما بفرط فيها. فما بدي أستدرج إلى الأسماء لأنه موضوعنا أكبر من هيك. اليوم الإصلاح، موضوع الإصلاح بالحزب يا أخي. اليوم رحيمي ضابط ممثل وزارة الأمن سلمته تقرير من 11 صفحة بخط اليد، خطة إصلاح شاملة كاملة للحزب بعد سنتين من العمل المضني والاجتماع بجميع الناس ومنهم سيد حسن نصر الله. وكتبت على الموضوع اللي بدي أقوله، الحزب للأسف بتركيبته الحالية غير قابل للإصلاح. شو قصدك تركيبته الحالية؟ هو جهاز أمني عسكري. أنا عم أقول هوني عم بحكي علم، مش عم بحكي رأي خاص وغير موضوعي. الجهاز قوته، هذا عنصر قوته. اليوم المقاومة قوتها كانت بالتركيب الأمني العسكرية، ولكن مشكلتي وين؟ ما بيتصلح، لأنه كل شيء تاني هو واجهات، وهو حتى النواب حتى الوزراء حتى الأقصار الأعلى. يعني هو جهاز مثل ما كتب، جهاز أمني استخباراتي. بالضبط، أمني عسكري. هذا هو المشكلة وين؟ قد تكون البنية الأمنية العسكرية عطت منعة وعدم اختراق من قبل الأعداء للمقاومة. ولكن أنا سؤالي مش هون، سؤالي أنا كلبناني هذا أكبر مما بقدر أحمل، كشيعي لبناني كمان أكبر مما بقدر أحمل. ليه؟ لأنه بس ما أنه مصدر قوة كمان لأننا كلبنانيين وللشيعة اللبنانيين. كان في يكون مصدر قوة للبنان واللبنانيين بسنة 2000 بعد التحرير. لما كل هالإنجاز العظيم وهالزخم
وهالقوة وهالمنعة اللي حصلت لو توظفت لمصلحة لبنان. لبنان اللي مش تفصيل حتى بتعبئة وتنشئة الأجيال بالحزب. اليوم أنت بتعرف نربى على الجهاد، نربى على التضحية والشهادة، من التعبئة من كشافة المهدي إلى التعبئة إلى صفوف التفرغ. أنا كنت متفرغ بالحزب لمعلوماتك يعني، من ثم إلى أكثر من هيك لا يذكر لبنان. ما في عنا بعد وطني أبدا على الإطلاق. هيدي مشكلتي أنا كمواطن لبناني شيعي ولا سني ولا مسيحي ولا شو ما كان مع الحزب. هيدي القوة الكبيرة لازم تتوظف لمصلحتي بالآخر. المقاومة هي وسيلة لتحقيق رغد ورخاء مجتمع وقيام وطن، مش هي غاية بحد ذاتها تؤخذ بيد جهات خارجية لجر الوطن والشيعة بشكل أساسي إلى أتون صراعات أبعد من حدود الوطن. يا أخي نحن ضحينا وجبل عامل تحملنا مسؤولية وكنا وقود بالحروب ومع كل الأحزاب. أنا لنا الأوان أن نرتاح وما نحمل حجرة أكبر منا. عظيم. هيدي كل القصة استاذ فيصل. بس إذا بيقول لي الحجرة الأكبر منا، بس نحن مشروع الإيراني الإقليمي، إيران في مقابل الولايات المتحدة والمحور الخليجي السعودي بمقابل إيران. نحن يا أخي مش مصلحتنا نحمل عبء هذا الصراع. نحن الآن حزب الله بولاية الفقيه بتركيبته يا أخي. يعني برأيك ما عنده أجندة لبنانية أبداً؟ أبداً يا أخي. لبنان بقدر ما يخدم مشروعه الإقليمي بقدر ما يكون حاضر. إذا ما بيخدم مشروعه الإقليمي أصلاً هو مش تفصيل حتى، يا ريت كان تفصيل. عظيم. اليوم هيدا الوضع نحن مش قادرين نحمل. والشيعة أولاً اليوم إن شاء الله هلأ بالحلقة عندي نداء بدي وجهه للشيعة. رح نسمع أخص. بس خليني مش قادرين نحمل هيدا الشيء. عظيم. دكتور علاء بس خليني أسأل السؤال الأول، هل حزب الله برأيك أستاذ فيصل اليوم يحتاج إلى إصلاح، نعم أم لا؟ أولاً الذي لا يحتاج إلى إصلاح هو المعصوم الكامل. ما في شيء بالعالم، أي جهاز أي منظومة لابد أن يكون هناك تطوير. هلأ بتسميه إصلاح بتسميه تطوير وإما كان هذا موجود، لكن أعتقد أن حزب الله أكثر الأحزاب اللبنانية التي عملت على قراءة نقدية وعلى إعادة تأسيس ممنهجة بناء على قراءة الواقع استراتيجي والمحلي. هذه هي الرسالة الأولى التي أطلقها حزب الله، الرسالة المفتوحة في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شيخ شهداء المقاومة الشيخ راغب حرب، الذي لم تأتي على ذكره الدولة اللبنانية لا من قريب ولا من بعيد، ولم يصدر له طابع أو شارع باسمه أو أي شيء. ما فيك تتهم الدولة اللبنانية، ما جزء منها هي حزب الله، جزء من هذه الدولة. الدولة اللبنانية نعم، عندما يصبح كل البلد باسم رفيق الحريري حري بهذه الدولة أن تذكر السيد عباس الموسوي أمين عام حزب الله الذي استشهد وزوجته وطفله بغارة إسرائيلية واضحة اغتيالا، وحري أن تذكر الشهيد الشيخ راغب حرب أول من أطلق المقاومة في الجنوب اللبناني باغتيال موصوف من العملاء الإسرائيليين في بلدته. مع موافقتك. أنا معك. أنا معك. أي. أي. موافقتك على المبدأ. بس معك. الحكومة يلي بعدها موجودة هلا. خليني أكمل. الدولة ما عم بحكي شو الدولة. شو الدولة. الدولة شي هيولة. عم نحكي عن حكومة عندها سلطة تنفيذية. لا مش شي هيولة. معلش الدولة مش شي هيولة. معلش إذا بعدلك الآن كل المؤسسات التي تبنى باسم شخصيات بلبنان، عيب على لبنان انه ان لا يحتفل بمثل هذه الشخصيتين. تركني هذا الموضوع. انا بايده الموضوع. اعود الى القراءه الاستراتيجيه. هذه هي الرساله الاولى. 16 شباط 85. لم يكن الاتحاد السوفيتي سقط بعد، وكان هناك قطبان في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية وإلى آخره، وكانت الحرب العراقية الإيرانية في عز دين أوارها كما يقولون. صحيح. حلو. حلوة أوارها. هذه عجبتني. هذه فيها شيء من بتعبد يعني. أوارها. على كل حال هذه هي الرسالة الأولى. الرسالة الأولى لم تتعاطى الشأن الداخلي اللبناني سوى أنه النظرة إلى المقاومة بوجه العدو الإسرائيلي. بعد 24 سنة وبعد أن استتب الوضع في لبنان واستطاع لبنان أن ينتصر في حرب في 2000 وال2006، أصدر حزب الله الوثيقة التأسيسية الثانية التي هي اعتمدت كوثيقة تأسيسية لنظرة حزب الله إلى الوضع الوطني الداخلي وإلى الوضع الاستراتيجي والوضع الإقليمي، وفيها نقلة نوعية تكاد تكون
يعني 180 او 90 او 100 بس درجه. البعض بيقول انه لم ينكر الرساله الاولى. ما عم بقول انكار. ما عم بقول انكار. الرساله الاولى لا تحتوي الا على 10 صفحات، الرساله الثانيه اعطت حيزا واسعا، آمنت بالمفهوم الوطني بكل ما للكلمة من معنى، وهذا عكس ما يروج على أن المقاومة في لبنان ليس لها برنامج وطني. إذا لم تكن المقاومة حاملا ومحمولا على المستوى الوطني فماذا يكون مشروعها؟ بس بالبرنامج واضحة أنه إقامة الدولة الإسلامية. ما في إقامة دولة إسلامية، هذا أكبر كذب وافتراء. حتى بالأول أكبر كذب لا بالأول ولا بالثاني. اسمح لي أكثر من ذلك، علم حزب الله تغير من المرحلة السابقة إلى إعادة قراءة للعلم نفسه. أكثر من ذلك، حزب الله في سنواته الأولى لم يكن يحمل العلم اللبناني ولم يكن يضع العلم اللبناني، أصبحت العلم اللبناني موجود بكل مراكز حزب الله وفي كل مؤسساته، وكل حفل يقام النشيد الوطني اللبناني. هذا هو عنوان اللبنانة الحقيقية لمقاومة آمنت بأن الوطن هو لجميع أبنائه. لكن أن تحمل المقاومة كما تفضل الدكتور رامي أنه حجر أكبر من حجرة، لا يا أخي، مش الحجر أكبر من حجر. هذه المقاومة لم تأتي من فراغ، أتت على تراكمات تاريخية في الساحة اللبنانية. ما بدنا نغلق بس وقت بتقول البعد الوطني. البعد الوطني عظيم. البعد الوطني دخلت في الدخول دخلت الدخول في الدخول في الأتون السوري. لا لا، هل انطلاقا من بعد لبناني؟ هلا رح أجي للموضوع. اللبنانة بالمعنى المقاومة دخلت في النسيج اللبناني وهي جزء منه، وهي لم تكن خارجه، لكن حمل عليها كثيرا. دخلت في الانتخابات النيابية منه أن أعلنت الانتخابات في 92، وشاركت وأقامت تحالفات مع أحزاب علمانية، مع أحزاب ذات طابع قومي أو طابع غير قومي إلى آخره. سيدة ما بدل أنه غايتها وطنية لبنانية. خليني كمل. عم تحكي تفاصيل. لا مش تفاصيل. هذا جزء. لأنه في أحزاب أخرى لا تؤمن بهذه الصيغة، لا تؤمن بهذه القياس على الخطأ، وهن بيقولوا أنه إسلامي. بس خليني كمل أستاذي الكريم. لذلك أقول أن حزب الله حمل عليه كثيرا تحت هذا العنوان ولا يزال يحمل عليه. تارة بيطلعوا يعني جماعة 14 آذار بيقولوا المقاومة هي فارسية وهي عصابة إيرانية وميليشيا إيرانية وإلى آخره. طيب يا أخي، بس أعطونا شو اللي بدكن إياه. بدكن هذه المقاومة تكون بأمر الملك عبد الله؟ لا، بس ما بدهم يعني ما بدهم كمان يعني وفق ادبياتهم ما بدهم يكونوا كمان انه حزب الله تحت أمرة الولي الفقيه. اولا حزب الله ليس تحت أمرة الولي الفقيه فيما يعني المنظومه الوطنيه، ليس له علاقه. الولي الفقيه لا ياخذ قرارا في داخل الساحه اللبنانيه على حزب الله وبيقول له والله انت لازم تنفذ. حزب الله انطلاقا يا استاذ فيصل، انطلاقا من كتابه، لا عم لانه في مطولات، بيقول دكتور علاق بكتابه طريق النحل، صديقي الايراني رحمه الله، يعني عم بيحكي رحيمي، قال لي نحن الايرانيين نقول للامين العام افعل هذا ولا تفعل ذاك. نقول للشيء كن. شو رايك بهيدي؟ معلش خليني، اسمح لي فيها، انا ادرى منه بكثير في هذا الامر التنظيمي، ادرى بمكة وشعابها. نعم، لدي خبره اوسع منه بكثير، ربما يحتاج الى سنوات كثيره. لكن دعني اذهب الى ما ذهب اليه، بهذا الموضوع. اين هي العيب، اين هو العيب اذا كانت هذه المنظومه لم تقدم إلا ما هو خير للساحة اللبنانية على صعيد المؤسسات، على صعيد القرار، على صعيد التسليح، على صعيد الحماية، على صعيد المستشفيات، على 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 إلى آخره، وتركت المساحة مفتوحة. حزب الله لديه قيادة هي التي تقرر وهي ما بيقول هيك. منو عم بيقول هيك يا استاذ فيصل؟ تفضل نحكي تحاليل ونفوت مش تحاليل، هيدي وقاعة يا استاذ فيصل. اللي حكيته اول شيء بالنسبه للدوله اللبنانيه بشكل عام، لا ينبغي ان يتم التعاطي موضوع الشيخ راغب حرب، السيد عباس الموسوي، من مفهوم تبني العمل الوطني على مهلك. هذا بوافقك فيه، وهذا حق للدوله للشيعة هذا وللبنانيين، لانه في عمل. بس اليوم اللي حكيته العلم اللبناني بالمراكز كذا الى اخره، الرساله الاخرى على اخره، بس السؤال مش هون. كيف انعكس كل ذلك على تنشئه الاجيال؟
أتحداك يا أستاذ فيصل تروح تشوف كيف ينشأ كشافة المهدي، كيف تنشأ الأجيال كيف تنشأ المهدي. قلت لبنان ليس تفصيلا اصلا، مش موجود في شيء اسمه وطن وتفصيل ولبنان، مش موجود. اتمنى انه يكون تفصيل. وهذا كان نقاش مع العماد عون وقتها طلعنا لعنده كنا، وقلنا له يا عمي عم بيقول هو التحالف مع الحزب وحيد قرب الشيعة من المسيحيين. قلت له على راسي بس مش هيك الواقع، الواقع انه اعطى غطاء مسيحي للحزب كان بيحلم فيه. قال لي كيف؟ قلت له يا اخي اليوم انا قاعد بجنوب، اطلع شوف لي كيف انعكس هالتحالف وهالتفاهم على تنشئه الاجيال اللي عم نشوفه هلا. نتيجه شو؟ نتيجه اجيال معبئه لبنان ليس تفصيل فيها. هذه النقطه الاساسيه استاذ فيصل. اليوم لبنان تفصيل ولا ليس تفصيل؟ ليس تفصيل حتى ليس تفصيلا حتى ليس تفصيلا فيها المشروع يعني. الكبير. طب بدي اسالك سؤال، هذا خطا. انت رفقت الحزب رفقت الحزب، نعم، بتحكي عن تجربه السيد محمد حسين فضل الله، نعم، وبتقول انه بالنتيجه اذا كان في نوع من انواع التمايز بين، نعم، وبين قيادات حزب الله، لانه هو ضد إذا، نعم، بدنا نقول إنه الارتهان للقرار الإيراني. نعم. اثنين، بتحكي بكثير من الإيجابية عن السيد عباس الموسوي. نعم. وتعتبر يعني هل عندك الانتقاد، وطبعا عن الشيخ صبحي الطفيل الانتقاد القاسي لإلك هو للسيد حسن نصر الله. خليني لا، هل انطلاقا من انه صار الحزب اكثر فاكثر مرتبطا بالموقف الإيراني وبالقرار الإيراني؟ خليني نلخص هذا واعطيني شوية وقت بوفر علينا كثير أسئلة. يلا. اول شيء، اليوم انتصرت الثورة الإسلامية بإيران 79، كان في عنا بلبنان احتلال إسرائيلي، كان في مظلومية محرومين، كانت الطائفة الشيعية مهمشة. واليوم موسى الصدر، الإمام موسى الصدر زرع بجبل عامل المقاومة والممانعة ورفض الاحتلال بهالمجتمع الزراعي اللي عنده نخوة رائعة وطيبة رائعة. اليوم إجا الإسرائيلي، وقت إجا الإسرائيلي بتذكر بعدني ولد كنت كبين عليه رز انه ليش عم بيخلصنا من الفلسطينيين ومن تجاوزات الفلسطينيين. انتبه، اليوم قبل اتفاق 17 ايار ما نحكي وبكل موضوعيه، اليوم دخلت اسرائيل وايران على الخط، واول طلائع الحرس الثوري اجت على سكن الشيخ عبد الله، كنت عم بتدرب فوق انا بكل صراحه يعني مواكب كل هودي. اللي صار انه اجت ايران تبنت قضيه. انت كنت عم تتدرب؟ كنت عم بتدرب ب 82، كان عمري 10 سنين، 83 84 حملت سلاح عمري 14 سنه. مش هذا الموضوع يا اخي فيصل. لا بس عم بسال، عم بستذكر بس. هلا اللي بدي اقوله شغله اليوم اجت ايران صار عندها حظوه لدى الشيعة نتيجه العاطفه الدينيه الشيعيه ونتيجه اللعب على وتر المقاومه ورفض الاحتلال، كسبت الشيعة لانه الشيعة بدمهم في مقاومه وفي رفض للذل وخاصه بجبل عامل. خسرت اسرائيل انه كانت عم تلعب ايران اللاعب على اوتار المقاومه. هذا لعب سياسي، خلينا نحكي هلا. مش نوع على الالفاظ يا استاذ فيصل. لا العالم يعني تعرف هذه عباره يعني مش عشانك انت يعني. اسمع، انت عم تقول استاذ مش جامع، اللاعب على الوتر شيء طبعا، اللاعب مش اللاعب الفوتبول يعني الاستفاده من هذا العامل. يا استاذ فيصل، يا استاذ فيصل معلش. فاللي صار انه خسرت اسرائيل، استيفاء 17 ايار ولد ساقطا ميتا، صار في نهضه شيعيه بدعم ايراني، حققت وجود مقاومه كبيره، تغلغلت في عواطف الناس بجبل عامل والشيعه في البقاع وبكل مكان، وصلنا لحد ال 2000. كثير رائع، انجزنا انجاز تاريخي. اوكي، هالانجاز التاريخي هيدا صار في قدامه، بطل في احتلال على شبعة وغيرها قدام الماكينة الأمنية والعسكرية الحزبية، اللي تحولت إلى ماكينة ضخمة في خدمة الأصلا، في خدمة المشروع. أنا مش جاي أحكي هون أنه يخضع لولي الفقيه وكذا، ما سيد حسن وكلهم بيقولوها أصلا، قيام حزب الله كله هو قال أنه أنا جندي يعني أنا في جيش الولي الفقيه، لا عم ندافع ولا عم نحكي موضوعية وعلم. اليوم اللي صار شو؟ هذه كتير كتير مهمة في المنطقة. كان في حراك سني بعضه سلفي أفغانستان وغيرها وغيرها إلى آخره، المحورين الأمريكي الاتحاد السوفيتي، ما بدي فوت بتفاصيله. اللي صار إنه إجت إيران اليوم قالت اليوم أنا هالماكينة شو بدي أعمل فيها. رفعت صور سيد حسن نصر الله، حزب الله في العواصم العربية، صح، العواصم العالم بقلوبها بال2006 بمحافظة بكل السني الشيعي كل العالم العرب ما بعد العرب. اليوم مين اللي مقاله مصلحة بهالموضوع؟ إيران ما لها مصلحة. ليش؟ لأنه اليوم فقدت الورقة الأساسية اللي هي بتوقف فيها بوجه دول الخليج والعرب وبوجه أمريكا. اللي صار
هي عززت، أنا بقول في شرخ موجود ولا تتحمل كل المسؤولية في إيران وحزب الله، ونحن عم نحمل، ما فينا نحمل الحزب أكثر ما بيحمل بالآخر، أي حزب بيمرق بمراحل تطور. اللي صار أنه عززت الشرخ وصار في للأسف 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 تورط باغتيالات في الداخل، تحولت الماكينة الأمنية العسكرية إلى الداخل اللبناني من ثغور المقاومة بجبل صافي والمحاور لكن فيها صفاء ونقاء وقمة الشهادة والتضحية، وصار في تورط باغتيال الرئيس الحريري. هالتورط اللي هو الرمز السني الأول السعودي، اللي هو قلب الطاولة وقلب المعادلة من مقاومة ومنعة إلى سنية شيعية، وحسوا السنة أنه ضربوا في رمز أساسي إلهم. واللي صار تطورت الأمور أكثر من هيك، وصار في اغتيالات أكثر، وصار في غوص بالواقع اللبناني، بيروت وسبعة أيار وغيرها، لحد ما وصلنا على مطرح الإيراني شو عمل. الإيراني قال أنا ما فيني أصلا، الشيعة طيبين كان بالبقاع كان بجنوب وما بيقبلوا، ما عندهم هالنزعة الطائفية. شو عمل الإيراني؟ بس عندهم قصة العزة يعني ورفض الاحتلال. الشيعة طيبين السنة مش طيبين يعني، يعني اسمعني عم بحكي، لا أنا عم بحكي عن الشيعة. اللي صار هو اللي صار اللي صار اللي صار إيه فطب اليوم الشيعة لا يؤخذوا بموضوع الديني وموضوع سني شيعي، ركبوا موضوع المقاومة اللي بمسهم واللي بيعتبروا حالهم أنجزوا فيه إنجاز كبير، ربطوه بموضوع السني الشيعي، خلقوا الغول. أنا مش عم أقول ما في تجاوزات، ومش عم أقول ما في وحشنة عند بعض الجماعات، ومش عم أقول ما في تجاوزات إجرامية، ولكن كبروا الموضوع وضخموا الغول السني وربطوه بالدفاع عن خاصرة المقاومة، لأنه ما في شيء بحرك أهل جنوب والبقاع جبل عامل. هلا ما بعرف شو كان السؤال، ضعنا ما عم بيعمل هو هلا العرض التاريخي ايه. يعني بالنتيجة بيصير اللي صار إنه عبئت النفوس وشحزت بالحقد والكراهية، واستحضرت الغرائز الطائفية والمذهبية من وقت كربلاء وغيره، وكان الدخول إلى القصير. وأنا بقول قبل ما نصعد لو لو يعني لو كانت هونولولو ولو كانت أمريكا اللاتينية، كان بالتكليف الشرعي ابن الحزب الطيب الصغير رح يروح، لأنه هو مهيأ كان. اليوم السؤال بمعزل عن هودي بس الجواب يعني برأيك كل أو معظم المشكلة أو الإشكالية المتعلقة بحزب الله اليوم تتعلق بأنه سيطرت القرار الإيراني على حزب الله؟ لا أحكي أكثر من الداخل اليوم في لو بس خلينا نسمع جوابه لأنك وضحتها. لأنه اليوم في جناحين بالحزب، في جناح جماعة الولاية انتبه اليوم بعد استشهاد، خليني معلش فوت بهالموضوع اللي كان هو الأساس، بعد استشهاد السيد عباس الموسوي الله يرحمه كان الحزب بعده عم يتشكل، الإيرانيين عم بيشكلوا الحزب بشكل يضيقون الدائرة لحتى يكمشوا القرار المركزي، كان مش مكموش. بتعرف اليوم عماد مغنية إجا من فتح، مصطفى بدر الدين إجا من حزب الدعوة، سيد حسن نصر الله غير تاريخه كان بإيران بالحوزة وإجا. كانت فرصة استشهاد السيد عباس الموسى والفرصة التاريخية لإسقاط سيد حسن نصر الله على الأمين العامة، وشكل وقتها ترويكا بين السيد حسن بين الحاج رضوان وبين الحاج ذو الفقار، وحاولوا استفردوا بالقرار، كان مسؤول أمني مسؤول عسكري أمين عام، وثم تعرف أنشئ المجلس الجهادي وحصر القرار. مع الوقت استطاع الإيرانيين عبر السيد حسن اللي هو بالآخر قناعته هيدي يلقط مركز القرار بالحزب، وأصلاً كان في تجاوزات بالحزب وكان في أجنحة ومش جهاز واحد كان عم يحكي مع الحزب بإيران. تعرف مكتب السيد القائد الوزارة الخارجية وقت كان محتشم وما بعده، وزارة الأمن، وكان الحرس الثوري. بتعرف كيف متداخل، أنا الحزب بالآخر هو حزب من طبقات متداخلة. اللي صار مشينا بالأمور، حالفت الظروف السياسية وقوة العسكر أنه الحزب يحقق انتصارات وصمود لحد 2000 واختزل القرار بالكامل. يعني هون الإشكالية برأيك هون أستاذ فيصل بالنسبة لهالجناحين يلي حكى عنه دكتور علاء، شو جناحين وين؟ لا بيقول أنه في اتجاهين داخل الحزب، يعني يمكن الاتجاه في عندك اتجاه مغلوب على امره واتجاه اخر يلي هو بدك نسمي من المسيطر يعني فوت بالاسماء ايه في اسماء. يعني اليوم الشيخ نعيم قاسم معروف منين جاي، الحاج محمد فنيش معروف منين جاي، الحاج محمد رعد معروف منين جاي، السيد محمد حسين فضل الله وعلاقته بهودي معروف كيف هي، الحاج حسين خليل معروف منين جاي، يعني الحاج الشيخ حسين كوراني بدي رجع كيف ركبت الأمور، هودي كلهم كانوا عم بيشكلوا منظومة فيها مرونة وبعد ثقافي وأخذوا عطاء، بدون يدخلوا البعد اللبناني إلى حد ما داخل الحزب. ولكن جماعة الولاية اللي على رأسهم السيد حسن نصر الله وبعد ضبط الأمن والعسكر
وقفوا بوجه هودي الجماعة، حلفتهم الظروف والانتصارات والصمود، كبتوا كل هيدي الأفواه. أصلا محاولة الإصلاح اللي كتبت اللي كتبتها كانت عم تعبر عن آراء هودي الجماعة كلهم، وكان موضوع انتخاب شورى القرار، موضوع الشفافية المالية بالحزب المفقود، موضوع سيطرة الأمن والعسكر على كل الأجهزة التربوية والإعلامية وغيرها، تسمية النواب والوزراء بالمحاصصة داخل الحزب، وعدم فسح المجال للمناقشة مع إيران. هودي كلهم كانوا بضم ورقة الإصلاح. واضحة شو لا واضحة وجهة نظره بس انت عم تضحك. لا يعني انا اول شيء يعني بدنا خلينا نتفق على عنوان الحلقة، انه مرة بدنا نفوت على طريق النحل وقصة رامي علاق، وبدنا نفوت على قصة حزب الله لانه انطلاق من الحزب. بدنا كمان يعني عم ننطلق من القضايا اذا بدنا نقول الجزئيات تنوصل القضايا الكبرى. العرض الذي تفضل به الدكتور رامي مع احترامنا له لا يمت الى الحقيقة لا من قريب ولا من بعيد، وهو يجهل كل الجهل التام والمطبق عملية أنا عم بقول لك أنا أدرك قلب قلب الحدث وكتبت أنا أدرك تماما. أنت لست في قلب الحدث، أنت في آخر شيء يعني من الحدث. يعني لحظة بدي أفهم شغلة، قلب الحدث هل أنت ممثل شيء للحزب هلا يا أخي؟ شو بدك ممثل؟ أنا سوف أعطي وجهة نظري يا إما في الرد على ما تفضلت بأي به. صفة أساس الذي بأي صفة؟ بصفة قاعد بالضاحي وكنت تشوفه. إذا كنت تشوف مش بقلب الحزب ما لك يا أخي. اسمح لي إلي ونص يا أخي، ما بتقدر، ما أنت مش بقلب. أنت لا تستطيع أن تقدم شيء من الترهات وتقول للناس هذه الترهات، هذه ترهات اللي تفضلت فيه. معلش اسمح لي أقول لك أنه ترهات. لا ما بصح ما بصح ما بصح تعمية الرأي العام بجملة من الأسماء بس أنه ركبهم مع بعضهم وبطلع أنه والله يابا أنا كنت مسؤول بحزب. الشهيد اللي عملناه وتعلمنا وركبهم مع بعضهم. شو بك أستاذ فيصل؟ اسمح لي شوي. يا أما أنت ممثل للحزب. اسمح لي. يا أما مش ممثل للحزب. ممثل للحزب أحكي بالموضوع. يا أخي أتشرف أن أكون ممثل. لم أستطع بعد أن أصل إلى هذه المرتبة لأن هذا الحزب هذا ذر الرماد في العيون. هذا الحزب أتشرف أن أكون ممثلاً لهم. بس إلى الآن بعد بصرك خلينا نجاوب بس نجاوب عن موضوع الجناحين. أما عن عملية التأسيس لا جناح ولا اثنين ولا ثلاثة وجنحنا عم نعمل طاووس من سورة. يعني حزب الله أولاً بعملية التأسيس الذي تفضل به ليس له علاقة بالحقيقة أبداً على الإطلاق. هذه الشخصيات الذي أتى على ذكرها منهم من كان في صف أول ومنهم من كان في صف ثاني في حزب الله ليس له علاقة بحلقة التأسيس الأولى. وأما عن حلقة التأسيس الأولى فهي كانت موجودة قبل الاسم، يعني قبل أن يطلق اسم حزب الله هذه الشخصيات موجودة. سيد عباس منهم من جاء التأسيس الأولى منهم يا أخي. منهم من جاء الشيخ نعيم، منهم من جاء من حزب الدعوة الإسلامية وهذا موثق، منهم من جاء من لجان إسلامية وهذا موثق، ومنهم من جاء حركة أمل إسلامية. اسمح لي. ومنهم من جاء من حركة أمل وهذا موثق، ومنهم من كان في الكتيبة الطلابية لفتح وعلى هامش اليسار الذي كان منتشرا آنذاك. ثم اجتمعت كل هذه البوتقة بأمر من الإمام الخميني في زيارة إلى إيران. ممتاز. عند ذلك تأسست النواة الأولى لحزب الله. ممتاز. هذا الكلام عن أجنحة وعن غير أجنحة هذا ليس له أي أساس من الصحة. بعد ذلك عادت هذه المجموعة إلى لبنان وجاء الاجتياح الإسرائيلي. بالاجتياح الإسرائيلي برزت حالات استثنائية في الساحة اللبنانية، تراجعت المقاومة الفلسطينية، تراجعت الأحزاب الوطنية اللبنانية، وبرزت الحالة الجديدة معتمدة على جناح أساسي الذي كان يسمى الجناح الإسلامي والذي تبناه في تلك الفترة الإمام الخميني بشكل مباشر. بس مش تراجعت، أقصيت بشكل مباشر الأخرى. والسيد محمد حسين فضل الله كان له رعاية أساسية على المستوى المعنوي، والشيخ محمد مهدي شمس الدين أطلق ما يسمى بالمقاومة الوطنية في تلك الفترة. إذن بهذه العملية التأسيس الأولى ضمت مسؤولين من كل هذه الجهات ومن كل هذه الفئات وتشكلت النواة. يعني برأيك من الأساس في هذا الأمر يتعلق بقضية العلاقة مع القيادة الإيرانية، يعني منه مثل ما هو عم يذكر؟ لا، الأساس يعني الأساس, الأساس في هذا الأمر وجود هؤلاء في الساحة اللبنانية. الثورة الإيرانية جاءت بعدهم. يعني هم كانوا قبل الثورة الإيرانية. هذه الشيخ نعيم قاسم
ما هلا الامام الخميني هو اللي اجتمع فيهم. كيف كان قبل الثوره يا خي؟ هودي موجودين. الامام الخميني اجى بالثوره انتصر بال 79، هن موجودين قبل ال 79. حل حزب الدعوه واطلق حزب الله وكان محتشمي موجود. ايش انت بس خلينا نسمع ختام رده. إيه؟ انت لم تحاول ان تمنهج هذا الكلام، وانت تحدثت عن اشياء مغلوطه تماما. انا اتحدث عن فتره التاسيس، وهذه الفترة ليس لها علاقة بكل الأسماء التي ذكرت، لأنه الأسماء التي ذكرت جاءت في مرحلة لاحقة. فلذلك أقول إنه هذه المرحلة التأسيس الأولى توافق عليها الجميع، ثم جاء الاجتياح الإسرائيلي، برزت قوى ميدانية على الأرض، شخصيات قيادية عسكرية من حزب الله، ومنهم الحاج ذوالفقار، الحاج رضوان إلى آخره. هؤلاء الذين كانوا نواة العمل العسكري المقاوم مباشرة، وآخرون كانوا لهم كان لهم العمل جيد السياسي. يعني بدك تقول انه ما في توجهين بالنتيجة؟ لا لا لا، ما في توجهين. المقاومة هي التي كانت أساس الاستجماع لكل هذه البوتقة. بال 83 حصلت أول مواجهة مع الجيش اللبناني، فرزت القوى، رجعت يعني هذه القوى فرزت يعني إذا صح التعبير قيادة ميدانية للمواجهة الأولى مع الجيش. ثم جاءت المواجهة الثانية مع الجيش اللبناني في 1984، ما عرف بست شباط. في ست شباط لم يكن حزب الله متشكل بالمعنى التنظيمي الكامل، استطاعت حركة أمل بقيادة الرئيس نبيه بري أن تكون هي في واجهة القرار وبدنا السياسي. نصال عم نقرأ كثير. حزب الله لم يتشكل بالمعنى التنظيمي الكامل للكلمة إلا بال 85، وانطلاء من تشكله ذات العلاقة مع القيادة الإيرانية. هذا التشكل كان بتوجيه وبدعم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا لم يكن خافيا، يعني بل على العكس السيد حسن نصر الله تفاخر به أكثر من مرة، وأعتقد أن هذا الأمر ليس فيه أي عيب. أما أن تصبح إيران بعد أكثر من 25 أو 30 سنة من عمر الحزب تصبح هي القائل الأول أو الآمر الأول في داخل حزب الله، أنا أعتقد أن هذا الكلام غير صحيح، بدليل أن حزب الله أصبح لديه هامشا كبيرا جدا في داخل البنية التنظيمية. نعم، هو لا زال يرتبط بعلاقة مع إيران كمثل كل السيارات الأخرى في العالم العربي. اسمح لي يا أخي، أنا ما عمل لك شو حكي، هذا اللي حكي عمليا. لا، أنا جندي. قال أنا جندي على المستوى الشخصي في والجيش ولا في الصباح. لا، هو عم يحكي على صحيح. هنا سنأتي، هنا سنأتي. خلينا مدامة طويلة، لأنه خطوم. فكرة ولاية الفقيه، أولا فكرة ولاية الفقيه هذه منظومة ليست من أصل العقائد الدينية، لا عند المسلمين الشيعة ولا. اسمح لي شوي. شو بك يا أستاذ فيصل؟ سيد محمد حسين فضل الله أيام عليه. اسمح لي شوي. لشوي شط عن الموضوع. ليست أستاذ فيصل دكتور علاد. رح آخذ فصل إعلاني، لأنه هلا بدك تفوت يعني بموضوع ولاية الفقيه، عم تفوت بموضوع آخر. رح نرجع نعالج هالمواضيع وأيضا موضوع 8 و14 آداب، وإنما بعد فصل إعلاني تاني. والعشرون من تشرين الأول عام 1983، شاحنتان مفخختان تستهدفان مقرا للقوات الأمريكية والفرنسية في بيروت، الحصيلة مقتل 300 جندي. حركة الجهاد الإسلامي تبنت العملية، حركة سرعان ما اعتبرت اسما مرادفا لحزب الله الذي أكسبته تلك العملية شهرة عالمية. قبل تفجير العام 1983 عرف حزب الله كمقاومة عسكرية للوجود الإسرائيلي، مقاومة نمت بفعل قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979. وبعد تفجير العام 1983 دعا حزب الله في بيانه التأسيسي لإقامة الدولة الإسلامية. أنا واحد من هؤلاء الناس الذين يعملون في مسيرة حزب الله وفي أجهزته العاملة، لا أبقى لحظة واحدة في أجهزته لو لم يكن لدي يقين وقطع في أن هذه الأجهزة تتصل
عبوا مواتب إلى الولي الفقيه القائد المبرئ للذمة الملزم قراوة. معظم أفراد الحزب هم من الشيعة المرتبطين عقائديا بمرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي الولي الفقيه، والأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله هو وكيله الشرعي في لبنان. ارتباط إيديولوجي فقهي بإيران سرعان ما وجد ترجمته المباشرة في الدعم السريع والمباشر للحزب، دعم لا يقل أهمية عن الدعم السوري الذي حظي به الحزب منذ اتفاق الطائف. طريق المقاومة في لبنان بقيادة القائد الموهوب إن شاء الله الذي هو من الممهدين البارزين للإمام سلام الله عليه السيد حسن حفظه الله. بقي حزب الله منذ العام 1982 يقاوم في الجنوب المحتل أنذاك ويبني كيانه العسكري والمدني والاجتماعي إلى أن أتى العام 2000 وكان التحرير في 25 أيار. مثل ما حكينا سنة 2000 ولا زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات. ما إن حررت الأراضي اللبنانية وطبق القرار 425 حتى راح البعض يطالب الحزب بتسليم سلاحه إلى الدولة، لكن مزارع شبعة ظهرت إلى الضوء، بلدة لم تثبت لبنانيتها حتى اليوم لا تزال محتلة، ما جعل الحزب يحتفظ بترسانته. زلزال 14 من شباط عام 2005 اغتيل رفيق الحريري. أنشئت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وبدأت تحقيقات لمعرفة حقيقة من اغتال الحريري. أشهر قليلة وخطف حزب الله جنديين إسرائيليين لمبادلتهما بأسرى لبنانيين وفلسطينيين، فكانت حرب تموز، حرب استمرت 33 يوما انتهت بصمود حزب الله أو النصر الإلهي كما أسماه الحزب، نصر رحبت به معظم العواصم العربية، لكن تحقيقات المحكمة الدولية التي كانت مستمرة طيلة هذه الفترة ستتهم في وقت لاحق 4 قياديين من الحزب باغتيال الحريري. بدأت النظرة إلى الحزب تتغير وباتت بعض الدول ترى فيه حزبا يعمل لخدمة المصالح الإيرانية في المنطقة. 5 أيار عام 2008 الحكومة تتخذ قرارا بإقالة رئيس جهاز أمن المطار وبنزع شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله. ثار غضب حزب الله فخاض معارك 7 أيار، معارك خلقت بيئة معادية للحزب الذي أعلن أمينه العام يوم 7 أيار يوما مجيدا. بدأت الثورة السورية في العام 2011 دعم حزب الله النظام السوري، وفي العام 2013 أعلن عن تدخله عسكريا إلى جانب هذا النظام، فصنفه مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمنظمة إرهابية. حزب الله مطالب محليا ودوليا بتسليم سلاحه لكنه يرفض، حزب الله مطالب بسحب مقاتليه من سوريا لكنه يقاتل علنا، حزب الله مطالب بتسليم المتهمين بقتل الحريري إلى المحكمة الدولية لكنه لا يعترف بها. إنها إشكاليات صعبة ومعقدة على حزب الله أن يتجاوزها، فهل يتمكن من ذلك؟ رح أرجع ناقش معكم بعض ما ورد، لأنه شفتك عم هيك تسجل بعض الملاحظات بتقرير الزميل يوسف يزبك، هو عنوانه حزب الله بين جمهوريتين. رح نرجع نناقش هالموضوع، وخصوصا أنه هو بصلب الاهتمامات وبصلب الإشكاليات اللي عم تطرحها. بس كما يبدو عنا اتصال من الأستاذ مصطفى جحا. مساء الخير أستاذ مصطفى. مساء الخير أستاذ وليد، تحياتي لك ولضيوفك ولكل العاملين ببرنامجكم ولكل المشاهدين الكرام. شكرا، الله يخليك، تفضل. بداية بهمني علق على تناول موضوع اغتيال والدي مصطفى جحا عام 1992 بالحلقة السابقة من برنامجكم. نعم. واللي تناول فيها ضيفك فيصل عبد الساتر المسألة ووضع بخانة أنه مصطفى جحا تعدى على ذات الإلهية. هيك وصفها بالحرف الواحد.
اولا استخدام هيدا المصطلح بوصف ما كتبه مصطفى جحا بعتقد انه بينم عن جهل تام بما كتبه مصطفى جحا، لان مصطفى جحا بكتاباته ما ناقش قضية الآلهة نهائيا. نعم انتقد مصطفى جحا بكتاب محنة العقل في الإسلام الدين الإسلامي، وبعتقد هيدا حق إنساني مشروع تنص عليه شرعة حقوق الإنسان وبعد هون حرية الرأي والتعبير. وبعتقد أن النقطة اللي حب عبد الساتر يتغاضى عنها هي أنه مصطفى جحا انتقد الخميني بشدة من خلال كتاب تحديدا من خلال الخميني يقتل زرداشت وانعكاسات إيديولوجية الخميني على إيران والمنطقة ككل، وهذا اللي أثار غضب النظام الملالي المشرم في إيران وعملائهم في لبنان وعلى رأسهم ميليشيات حزب الله الإرهابية. بسير حديثه أيضا نفى وجود تطرف شيعي. هون بحب علق بنقطة اللي هي بتاريخ 12 نيسان 1983 كانت المحكمة الشرعية الجعفرية برئاسة الشيخ عبد الله نعمي، مساعده عضوان المحكمة الشيخ خليل ياسين والشيخ عبد الحميد الحر، بإصدار فتوى شرعية تقول بأنه مصطفى جحا مرتد وكافر. هون بحب أسأل فيصل عبد الساتر، أليس هذا بإرهاب؟ أليس هذا بتطرف؟ كلياتنا بنعرف انه هيك انواع من الفتاوى بتعني وبتساوي حكم الاعدام. لدينا ادله اخرى كمان على هيدي الفتاوى، وهي الفتوى التي اصدرها قاده الارهاب بايران تجاه سلمان رشدي فقط بسبب كتاباته. طيب استاذ مصطفى، يعني انت بس بدنا نختم، لان مين قتل مهدي عامل ومين قتل حسين مروي عام 1992 بعد انتهاء الحرب اللبنانية؟ اغتيل مصطفى جحا. مين كان بوقتها مسيطر على لبنان وبيملك السلاح والسلطة؟ مش تنظيم حزب الله الإرهابي والاحتلال السوري؟ وكيف تهمش الملف ملف الاغتيال وقتها من قبل الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها لأن كان يهيمن عليها تنظيم حزب الله الإرهابي؟ استاذ مصطفى جحا، بدي اشكرك على هالاتصال، بتصور انه توضحت الفكره. هل عندك اي جواب؟ هلا ما بعرف قديش عمره مصطفى. لا ما بدنا ندخل، ما بعرف قديش عمره، معلش اسمح لي، ليش يعني انت دائما دغري متوتر؟ لا انتقده بالموقف، ما بعرف قديش عمره، عمره السنوات قديش عمره لحتى لي عنده هالقدره على التوصيف بما تفضل به. مش في واحد يكون عمره 7 سنين ويحكي؟ ايوه هو عنده توصيف قضايا، هذا موضوعيه. اسمح لي، برنامج تهريج. لا لاني بعرف بيو واحد. يا اخي اسمح لي شوي، تفضل. لانه انا بعرف بيو، بعرف حوارات بيو مع كبار العلماء في الساحه الاسلاميه، وبعرف كيف كان يتوسل السيد محمد حسين فضل الله، هذا المرجع الكبير رحمه الله، كان يتوسل مصطفى جحا من السيد فضل الله ان يصدر اي شيء بحقه، ولم يكن السيد فضل الله مستعدا، وقال له اكثر من مره لن اعطيك شرف ان اكتب فيك سطرا واحدا. لا ما بعرف، انا عم بقول لك. طيب هذا، طيب هلا خلينا نجاوب على اللي قاله يا استاذ. هذا كلام مسؤول عنه انا، هذا يعني ان السيد فضل الله كان يستقبله ويناقشه ويحاوره، وكل هذا الذي ذهب في توصيفه الابن ليس على صحة من القول، يعني على الإطلاق. يعني برأيك حزب الله ما له أي علاقة؟ أولا ليس لحزب الله علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذا الأمر، هو يعرف ذلك، وإنما يأتي في جملة الحملة. اثنين، عندما ذكرت في الحلقة الماضية في اتصال تليفوني مع برنامجكم، أنا لم أذكر أنه مصطفى جحا تعدى على الذات الإلهية. أنا قلت أن وضع مصطفى جحا رحمه الله بالنهاية، أنا ما إلي عليه شيء شخصي، ووضع هاشم السلمان ووضع سلمان رشدي بتسلسل غير منطقي من الزميل نوفل ضو للاستدلال على تطرف شيعي، هذا في غير محله، لأن حكم المرتد هذا حكم إسلامي عام لا يختص به الشيعة ولا يختص به السنة، وإنما هو موجود عند السنة أكثر. أنا أعتقد عند أن الإمام الخميني أصدر فتوى بارتداد سلمان رشدي إنما أنقذ الدين الإسلامي ولم ينتصر للمذهب الشيعي. واضح. طب هذا هو الأمر. عندنا هلأ اتصال كما يبدو من السيدة صوفيا عمارة، لأنه سمعت حديثك والأمور يلي ذكرتها. مساء خير ست صوفيا.
مساء الخير أستاذ وليد. شكرا على السماح لي بالتحدث إليكم. بما أنه تم زج اسمي في حادثة يحمر، أردت باختصار التوضيح، فأرفض رفضا مطلقا استخدام اسمي لإعطاء مصداقية للحادثة التي أنا طبعا لست طرفا فيها، لأنه نحن كجميع صحفيين فرنسيين الذين يعملون من فرنسا مع قنوات فرنسية بحتة نتعاطى مع جميع الأطراف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار من أيام المقاومة وطرد الاحتلال الإسرائيلي لأحداث سورية خطيرة حقا، مرورا بكردستان العراق ومصر حيث سجننا أكثر من مرة أيام الثورة، كما سجننا في قطر حيث كنا نثبت بس قطر بالنسبة لها الحادثة هذه مع السلفيين في عدة مناطق. بالنسبة لحادثة يحمر لست أدري ما هي المشاكل التي تعرض لها الدكتور علاء في الأشهر الماضية، ولكن وقت الحادثة ولم أكن قد التقيت فيه حينها منذ أشهر طويلة، كنت مع شخص آخرين لم يتم ذكر اسمهم، أود التصوير بعض المشاهد، وصارت الحادثة لكن لم أرى لا سلاح ولا نية قتل، لكن ربما طبعا مجموعة من الشباب قطعوا الطريق وكانوا مثل ما بيقولوا بالعامية يمكن كان بده يطعموا أكل اللي كانوا معه بالسيارة. فلا لا يجوز على الإطلاق المبالغات أبدا مهما كانت قضية عادلة أو غير عادلة. فمثل ما قال كم بدي مستعد اني ادعس على شخص، والله انا شخصيا برفض انه اي شخص يدعس على شخص ثاني اذا ما عنده انت يعني بدك تقولي انه انت يعني انت بدك تقولي انه ما شفتي هالقد يعني. بس اكمل لك جمله بس يلا تفضل لك رح يكون رح تختصر الموضوع. لما بقول وطوا روسكم يعني انا شخصيا ما وطيت راسي لانه شايفه مشاهد اخطر من هيك ولم اشعر بالخطر. اخيرا لما القصة يعني بس اللي لفت انتباهي وصدمني كصحفية حرب ونحن كتار بهذا المجال انه دعس وبعد شوي وقف على طرف الطريق صار يحكي مع الصحف تعالت لمحاولة اعتيال. طب انت صافف ما زال خايف كتير وعم بتقول نحن كلنا بخطر، جاء دعاس يعني عن طريق المزحة قلنا له اياها، فاللي بده فعلا حاسس بخطر ما بيدعس خمس دقائق والخمس دقائق اللي وراها بصف على جنب وبيحكي مع الفيوتشر يقولهم انا تعرضت لمحاولة خطر. طيب بس ما تنسي عظيم خليه يطلع الخط عم يطلب انك تضلك على الخط خليك معنا. ما تنسي انه وقفت لانه اخي وامي كانت هونيك وكنت خايفين عليهم وقلتي لي انت دعاس مشي نحن بخطر ما فينا نعمل لهم شيء. يعني ارجو الموضوعيه قبل ما تحكي مع التلفزيونات تطمن على اهلك. ما كنت انا وقفت لحظه الفيوتشر صار بخلدي بالضبط روقي شوي لو سمحتي. لا 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 لا. بس اليوم قلت لك في امي واخي علقانين بالكمين. لا 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 صحيح نحن انصدمنا يعني رايحين بكل نية صافية بس انصدمنا نحن كصحفيين حرب لا نحب أو صحفيين أجانب لا نحب المبالغات. إيه بس يعني سكر علينا الطريق صحيح كان في نية للأذية سيدة عمارة خلص ولكن مبالغة غلط. سيدة صوفيا بشكرك على هالمداخلة واضحة يعني رأيها واضح رأيها كان بالموضوع. كما يبدو عنا اتصال ثالث من الزميل عباس صباغ. مساء خير أستاذ عباس. بس في مجال تعلي صوتك نتفي لأنه ما عم نسمعه باستديو. طبعا على حدة النقاش بظل الأحداث الكبرى طبيعي يكون حدث كبير بس أنا تعليق على طول في بقولي أنه أقصيت جبهة المقاومة الوطنية وأنا ابن هذه الفضاء الذي ينتمي إلى جبهة المقاومة الوطنية بفعل أن المقاومة الإسلامية أخذ الدورة. هذا كلام يستخدم لأنه تراجع المقاومة الوطنية له ظروف موضوعية وذاتية بدءا من انهيار الاتحاد السوفيتي وظروف داخلية. فالمقاومة سواء كانت وطنية أو إسلامية هي التي أعزت هذا الوطن بكلها. بالنسبة لولي الفقيه يعني أنا أقرأ في كتاب الشيخ نعيم قاسم الذي يفصل ولي الفقيه عن دقائق الوضع الذي يتمتع به الحزب الذي يؤمن بهذه الولاية، علما أن في حزب الله حسب ما أعرف يعني هناك أشخاص يقلدون المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله، وليس بالإجبار أن يكون ابن حزب الله مقلدا للولي الفقيه. أما ما التعبير التي تستخدم حزب الله الإرهابي هذه تعبير أمريكية إسرائيلية لا تقدم ولا تؤخر. وأنصح أيضاً أن الوثيقة اللي أعلنها السيد حسن نصر الله ب 30/11/2009 الوثيقة السياسية لحزب الله اللي بيقراها بيلاقي أنه فيها برنامج متكامل يقول بنهائية الوطن ويقول لكن كل ما يثار سيد وليد يعني
هو مكنة إعلامية تعمل من واشنطن إلى تل أبيب إلى ما يقال لبعض الناس، مش عم نقول الكل، لأنه حزب الله مستهدف من قيامته وإلى ما بعد، ما بعد ما يتوهم الآخرون أنه بهذا الكلام ممكن أن يتراجع هذا الحزب عن خيار المقاومة. الزميل عبد الصباغ، شكرا لك على هالمداخلة. مداخلة أخيرة هلأ بدي أخذها من الأستاذ طارق الأمين. مساء خير أستاذ طارق. يعطيك العافية، مساء الخير. شكرا لك، تفضل. في أول شيء بدي أقول له الحمد لله على السلامة لمسيو علي. شكرا. طبعا أنا لو كنت محلك أساسا ما كنت بروحه هذا المشوار، لأنه لو مين ما كان من طرف حزب الله قال لي أنه أنا بأمان، طبعا كنت كان مفروض صدق العكس تماما يعني. صحيح. هيدي أول شغلة. هلأ تاني شغلة، أنا رجل لبناني مسلم شيعي سيد من يعني لا. من أهل البيت طبعا. نعم. الله يبارك. بدي أقول له للأستاذ فيصل الوجه الضاحك طبعا بموضوعي الليلي، يعني أنا على فكرة أنا خايف بكرة تقوم عم يوجعك حنكك يعني صراحة. إن شاء الله بدعائك ما بيوجعنا، إن شاء الله ما يوجعك راسك يا أستاذ فيصل. إن شاء الله ما بيوجعك شيء يا أستاذ فيصل، بس أنا بدي أقول لك شغلة من شيعي أصيل بهالبلد. نحن أنا بالنسبة لي كلبناني شيعي أنا بحس حالي ناقص بدون الماروني وبدون الروم وبدون السني وبدون الأرثوذكس، كلنا بنحس وبدون الأرمني وبدون الدرزي. ما بفتكر صراحة يا أستاذ فيصل، أنا لألك شغلي خلي كمل. إيه تفضل أستاذ طارق. يا أستاذنا لكل عصر دولة ورجال. أنا خايف هالتحكي اللي عم تضحكها بكرة أولادك وأحفادك هن وبصفوف التاريخ بكرة بالمدارس يضطروا يوطوا راسهم ويطلعوا بالأرض كل ما يقروا صفحات التاريخ بلبنان، لأنه لو دامت لغيرك ما كانت وصلت لإلك يا أستاذ فيصل. ونحن إذا فكرك أنه كشيعة لبنان نحن رح نقبل انه اصفهان او طهران او مين ما كان تحكمنا، انت حضرتك بتكون كثير غلطان. نحن بدون ارثنا يلي ببشري وبدون يسوع الملك يلي عم بيطل على شواطينا، ونحن بدون كل خي من خياتنا بهالبلد ما بنقبل نعيش فيه، واحسننا نروح نطم حالنا بالارض على انه نعيش لحالنا بهالبلد يا استاذ فيصل، ويعطيك الف عافيه. السيد طارق الامين شكرا لك على هالمداخله. استاذ فيصل فيني رد. اول شيء انا بشاركه تعقيب يعني بشاركه كل اللي تفضل فيه، بس ما بشاركه ابدا هذه النبره في التوجه، على اساس انه انا اذا عم بضحك يعني معناتها انه انا بكره اولادي بدهم يبكوا، ابدا على الاطلاق. اولا انا بس اسمع اللي عم يحكوا مثل امثاله للسيد لازم اضحك، حتى لي دائما المختلف في وجهه النظر يحس حاله انه هو فعلا مع خصم بفكرته يكون مرتاح معه. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه، لا يتهم حزب الله بالبلد ولا المقاومه في البلد بانها حاله انعزاليه، بالعكس هي حاله اكثر تكاملا من كثير من الاحزاب الغير دينية التي تدعي أنها علمانية أو أنها غير دينية. بس حكي عن حكم أصفهان، حكي كمان عن حكم أصفهان. أما حكم أصفهان وحكم طهران وحكم مش عارف شو إلى آخره، السيد بيعرف قبل غيره ونسيج عائلته هذه عائلة دينية، يعني في أكثرها لم تغب عن عائلة الأمين العمامة منذ أن ولدت في جنوب لبنان إلى الآن، لم تغب العمامة عن هذه العائلة. طيب شو بدك؟ وهي عائلة تحدرت من النجف ومن قوم ومن غيرها من المدارس الدينية. لا عيب في أن أكون أنا
احمل علوما دينيه من ايران او من النجف او ما من ما عم بقول على العلوم الدينيه استاذ فيصل، ما عم بقول علوم الدينيه، ما تغير كمان يا سيدي يا سيدي. الحكم في لبنان الحكم على حزب عم بيقول قرار السياسي، عم يحكي عن قرار السياسي، الحكم على حزب الله بانه قراره السياسي من ايران هذا افتئات، وكما قال يعني اخرون سيد حسن هلا حكى يعني اسمح لي شوي هي وادي عم اسمح لي شوي. خلينا كنا بدنا نفوت لفكره ولايه الفقيه ورجعت وخليتونا نتشتت. اما هذا التغني بيسوع الملك، انا مستعد يسوع الملك حطه بالضاحيه وكمان صلي له، انه مش الفكره انه وبس نطلق شعارات، الفكره انه مارس، الفكره ان نحمل الحب للاخر بالزبط. مش انه نطلع نعمل مزايدات اعلاميه بالزبط. والى اخره مش بس هذا كلام مش صحيح يعني. فيسمح لنا في طيب. السيد طارق خليني فوت لفكره ولايه الفقيه. ما بدنا لا بس فوت، هذه مهمه لانه بسرعه ما بدنا هذه مرتبطه بالقرار بايران. ولايه الفقيه انا برجع بقول ليست اصلا عقائديا من اصول العقائد في المذهب الشيعي، وانما هي جزء من اعتقاد يقول به بعض شيعة ويقول بعدمه كثير من الشيعة ويقول به حزب الله. ماشي قام عليها حزب الله. عم بقول ليست اصلا عقائديا، فهمني عظيم، ليست اصلا عقائديا، انما هو امر فيه شيء من العقيدة على خلفية الارتباط بالإمام المعصوم بالفكرة الأساسية، لكنها ليست أمرا ملزما، يعني بمعنى أنه أنت لازم تؤمن بولاية الفقيه أو ما لازم تؤمن بولاية الفقيه. بس حزب الله يؤمن أو لا يؤمن، حزب الله كحزب تنظيمي عماده الأساسي في هذا التنظيم نعم الإيمان بولاية الفقيه، لكن هذا لا يعني أن ولاية الفقيه تجري على كل شيء وتسري على كل شيء. سيد حسن بس في شغلة بالنسبة للأخ اللي حكي عن المقاومة الوطنية ما قبل قيام حزب الله اليوم، بس ما بدي افتح هذا الموضوع، بس تذكر بس يا سيد الاغتيالات اللي صارت لرموز المقاومة الوطنية واللي ضلت هلأ الكل عارفين كيف صارت ومين عملها وضلت المعمعة. وبس بذكر لك شغلة عشتها أنا، كنا بمحور كفر رمان الميدني مرة عم نرابط مع المقاومة واجتنا تعليمات صارمه سهل بمراقبه يعني. سهل الميدني ايه سهل الميدني حد كفر رمان بالجرمق واجتنا تعليمات صارمه وقتها بالتصدي اول شيء بالتبليغ ثم بالتصدي لاي شخص يتسلل من تحديدا من الحزب الشيوعي اللبناني اللي كان عماد المقاومه الوطنيه ومنع اي حدا من الاقتراب الى المحاور. هذا مش اقصاء، اكثر من اقصاء، احتكار واكثر من هيك، بس ما بدي افتح هذا الموضوع لانه صار صار معروف على يعني. كل حال إن حكى فيه كثير بالنسبة بس تنختم يعني بالنسبة إلى ولاية الفقيه بيك. هل بتشوفها أنه هي من الإشكاليات يعني الحقيقية على صعيد الواقع اللبناني، هي اللي عم تطرح الإشكالية بالعلاقة مع حزب الله؟ طبعا حزب الله الأمين العام قال قائم قيام بنيوي على ولاية الفقيه. بدي أحكي كلبناني كشيعي لبناني، أنا كلبناني تنسف لي مفهوم الوطن كله، لأن ولاية الفقيه تتخطى الحدود والأوطان ولا تعتبر فيها أنه في بيضة الإسلام، لأحكي بالفقه هون، وفي الدفاع عن بيضة الإسلام، وفي الولي الفقيه ولي أمر المسلمين. تنسف لي كل شيء اسمه وطن وكل شيء اسمه لبنان، ما بتناسبني. هلأ بدي أقول شغلي معلش أستاذ وليد بهذا المحور لأنه فتنا شوي بزويريب. أنا اليوم في شيء اسمه حزب الله وفي شيء اسمه الشيعة. معلش الشيعة وجبل عامل وتاريخهم أهم من حزب الله وأعرق من حزب الله. حزب الله مارق بظرف هلأ وبمرحلة، هناك وقفة تاريخية مطلوبة من شيعة لبنان الآن قبل الغد. لا أحكي بالدارج معلش يا خي، نحن بس نكون ببيت مش هيك، عائلة ببيت، لنحسب نحن جبل عامل البيت الكبير وكل الشيعة في البقاع وغيرهم، بس يصير في شيء مصيري بهالبيت، مش بيجوا أفراد العائلة بيحكوا يا خي يا سيد حسن خلينا اعتبرك خيي الكبير اليوم، نحن انت بتعرف اكثر من غيرك، لا قابضين من حدا ولا مصطفين مع حدا، والمراره اللي عانيناها من اللي بوجهكم واعدائكم والاف بي اي والسي اي اي اكثر من اللي عانيناها معكم يا خيي. منحرص عم نقول لك تعا عم تفوتوا بقرارات عم تجر الطائفه كلها الى الهلاك بسوريا وبغير سوريا، يعني وصلت الامور لحدها. تعوا ابحثوا، تعا نبحث يا خيي بعدين بتقرر، ابحث معنا اهل البيت، نحن حارسين على البيت، لانه اذا ما بيصير هيك حالا
هالصمت الموجود عند الشيعة سوف يتبدد وسوف تنقلب الطاولة عليكم. أنا ما عندي مشكلة يعني مع حزب الله. تعتبر أنه في غضب مكبوت عند بعض الشيعة على الأقل؟ طبعا في غضب كبير شفته عم بلمسوا عند كثير من الشيعة وأكثر. صمت يتبدد ولا يتمدد؟ لا اللي يتبدد هو يتبدد يعني ينتهي هو ينتهي بس الترهيب والتسلط اللي عم يعملوه. أنا بدعي لشغلة، قلنا في حزب الله وفي الشيعة وفي لبنان، والشيعة اللبنانيين عندهم لبنان قبل كل شيء، ومطلوب هلأ أو عم وجه نداء للشيعة الأهالي والأمهات والأباء يقوموا إذا ما بده الحزب يجي ياخد ويعطي ويشوف البيت كيف أنا نحافظ عليه، ويضل مستفرد ورايح إلى المجهول أخذنا وبدو يدمرنا ويدمر ما أنجزناه. لا، المقاومة أنتو جزء منا، ونحن مقاومين من وقت قضية فلسطين معروف جبل عامل. فأدعو إلى انتفاضة عارمة داخل الساحة الشيعية لقلب الطاولة على المستفردين بحزب الله اللي عم بودونا للهلاك. وما عم بتوجه إلى حزب الله كحزب كجسم، لأنه حتى الآن بعتبر نفسي معني هذا مجتمع لا يختزله بعض الأشخاص والأفراد المتسلطين اللي غرقوا بالجاه والمال هلأ والسلطة، والكل عم يحكوا بالهمس. شو الفرق نحن اليوم؟ أنا ما عم بجيب شيء جديد. هذا الحكي مش حكي بس، هذا حكي المجالس كلها بالضيع والكرة عم يتهامسوا، بس الغضب كبير. يا أما صلحوا المسار، يا أما سوف نقلب الطاولة على رؤوسكم ننقذ الشيعة وندخلهم بالمشروع اللبناني الأصيل ونعطي دروس بالوطنية، لأنه ما في شيعية سياسية. هذه المارونية السياسية سقطت، السنية السياسية سقطت، حاج تكون تنتقلوا من مظلومين ومحرومين إلى مستبدين وقاهرين وواقفين مع الظالم، لأنه هذه مش ثقافتنا. نحن أبناء الحسين، أبناء كربلاء، أبناء الوقوف مع المظلوم، أبناء إحقاق الحق، مش أبناء الصفقات السياسية اللي عم تتحول إلى جاه وسلطة. وقفوا هون أحسن الكون، وإلا سوف نقلب الطاولة على رؤوسكم. طب انطلاقا من هون رح نكمل الحوار في الواقع اللبناني وأيضا في الواقع السوري والعربي، وإنما بعد فصل إعلاني أخير. دكتور علاء، بكتابك طريق النحل كتبت مقرة دوري تكي خلينا طيب. بدنا ننقل الموضوع. مقرة يخبرني بأن محركي معسكري 8 و14 أذار قد ضلوا الطريق ولو عن غير قصد، إن لم يكن نظريا فعمليا. يعني هل 8 و14 أذار اثنين ضلوا الطريق؟ يعني هل يعني هذا أنه ما في طريق مضبوطة أمام اللبنانيين؟ أحكي شوي بعمق بهذا الموضوع. إيه بالطبيعة الحال اليوم كيف تشكلت 8 و14، وخصوصا موضوع ساحة الحرية والعفوية اللي دفعت باللبنانيين إلى الانطلاق بزخم وبعاطفة قوية نحو قيامة لبنان جديد. وطلعت 8 أذار وصار في مناوشات بين الفريقين. للأسف الفريقين قد أو ما كانوا أوفية للي طرحوه. هلأ بدي أحكي بموضوع 14 هون بالتحديد. اليوم قضية 14 هي قضية لبنان واستقلال وحرية إلى قضية كل لبناني شيعي سني إلى آخره، ولكن فاتوا بموضوع المحاصصات السياسية، غيروا بسياستهم. هالجمهور اللي انخلق، أنا شفت طبعا فيك تقارن بين الجمهور 2005 وجمهور الأخير، يعني فقدوا هيدا الجمهور. اليوم للأسف بعضهم ما سألوا حالهم وعملوا قراءة نقدية. عم بحكي عن 14 بالذات، مراجعة نقدية. ليش صار فينا هيك؟ وين أخطأنا وكيف لازم نصلح؟ عم بيصور في وعي، ولكن بعد ما في شجاعة للتصليح. اليوم أنا ما فيني أطرح وطن مدني مستقل قائم وفوت بمحاصصة بتشكيل الحكومات، وفوت بمحاصصة بموضوع النيابة، اتعاطى مع الأحزاب ومنها حزب الله كأنه الممثل الوحيد للشيعة، وأنا الممثل السني. يعني أنت قادت لأنه هو على صعيد الممارسة وليس على صعيد المبادئ. على صعيد المبادئ والأفكار، هذه أفكار رائعة. وجدت نفسي مع تلاميذي عم نخرج من الصف وقتها بدون ما نقرر، والعالم اللي اجت على ساحة الشهداء لم تقرر عفويتها دفاعتها وأملها، واليأس اللي كان اكلها تخرج منه خليها تنزل. هلأ اليوم عم ترجع، عم نعاني من مشاكل اللي صارت بفرط هيدي الجبهة، اللي صار بصيدا غير اللي صار بصيدا، اليأس الموجود، الفتنة السنية شعي رح نفوت عليها. بس بدي أقول شغلي كتير مهمة هون. علينا الآن قبل الغد أن نستعيد
زخم ساحة الحرية، ساحة الشهداء، لازم اللبنانيين، وبتصور صار في تراكم وعي كافي عند كل الطوائف، لازم نستعيد هيدي الساحة ونرجع نجددها، ومن ضيع الفرصة اللي كانت على الأقل على المستوى النظري سليمة بقيامة جديدة للبنان. اليوم خلينا بس نسأله رأيه بهالموضوع هيدا، بس كمل شغلي هون أستاذ وليد. اليوم الشيعي في عنده تململ داخلي، السني والمسيحي اللي كان منضوي والدرزي اللي كان منضوي تحت 14 عنده تململ داخلي ونقمة وغضب، والأحداث عم تفرجي. أنا بدعي اليوم يعني بدي أقوله لبنان غدا، شو هي لبنان غدا الأطلقطة؟ لبنان غدا هي أصلا تحمل أفكار ومبادئ 14 لوقت كان ميشيل عون والطيار الوطني، الانطلاقة الأساسية وسمير قصير وجبران تويني، هيدي لبنان غدا. وأنا أدعو اليوم من هذه الحلقة إلى استعادة ساحة الحرية والاستقلال، وبدعي بعد 3 أشهر من هلأ، ونحن عم نشتغل على هذا الموضوع، بدي استغل الظرف وأحكي عنه، بتاريخ 10 أكتوبر 2013 وله رمزية ما رح فوت فيها هلأ، إلى نزول جميع اللبنانيين دون استثناء وعلى رأسهم الشيعة إلى ساحة الشهداء. هيدا حدث عم ننظمه وعم نحضره، وهلأ أنا وعم بحكيك شكل الحدث ووضع على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه حرام هيدي فرصة تاريخية، شفنا المسار الآخر وين ودينا، إلى الدم والحقد والفتن والكراهية. سوف نعيد تصحيح المسار، والمصاروي بحييهم بثورتهم، منن أفضل منا، نحن علمنا العالم الثورات والربيع العربي، فالأجدى بنا نرجع ناخذ المبادرة، وسوف نعمل بجد بهذا الموضوع. وأدعو قيادات 14 أذار قبل 8 أنهم يرجعوا شوي إلى ضمائرهم وإلى برنامجهم الأساسي، وأنه يساهموا في إنجاح هذا التحرك اللي هو الأمل الوحيد للخروج من هيدي الأزمة. هل يمكن أن تلبي هذا النداء بعشرة تشرين الأول؟ لا تسمح لي بس رد على كم ملاحظة أساسية قبل ما أنسى. أخي تحب تعمل ضحك يا أساس فيصل، شو لا لا بس يعني مبسوط، يعني عم بتعتبر أنه مبسوط، يعني عندما أستمع إلى حضرتك يا دكتور رامي بتسأل أنه هل أنت فعلا من كتب هذه الكتب، واسمح لي هيك بتجرد أتحدث. لا، لأنه ليس هناك من ترابط منهجي أبدا بما تتفضل فيه، لا في المقدمة ولا في الموضوع ولا في الخاتمة. عن شو عم تحكي؟ أي فأنت كتاب؟ تنثر أي أوراقا كتاب؟ لا لا عم بحكي عموما، يعني عادة الكتاب. هل قرأت الكتابين؟ لا لا عم بقول عادة الكتاب. لا لا ما قرأته، لو تحكم عليهم يا أخي على القليل. إذا كنت أنت بلكي كمان مبعثين الكتب مثل أفكاره هودي الكتابين. إذا كنت أنت الكاتب، يعني من يتحدث الليلة الآن أمامي هو الكاتب نفسه، فأنا أعتقد أن هناك مشكلة منهجية لديك، إما أنك لا تجيب بشكل مترابط. يعني أنا لا أعرف من أين فرجيني وين سأرد عليه. عم نضيع وقتنا، يلا ما عاد في وقت كثير. معلش أنا مش عارف يعني ما هي الخلاصة التي ختم بها سؤالك، عم يدعي يعني إلى تجديد ساحة الحرية. أنا هذا سألت كيف أن هذا الحدث سيشكل والآن شكل على الفيسبوك ومواقع التواصل. عم نحضر له وعم يعني أولا ليس هناك من جمل مترابطة، يعني بغض النظر عن درس عربي سوف أرد على جملة من المعطيات الأساسية التي لها بسرعة علاقة. يلا أولا ورد في يعني حتى لا أنسى، ورد أنه عندما ذهب إلى قريته ظن نفسه وكأنه ذاهب إلى بعلبك، هذا يعني فيه شيء من ال شو ردك عليها؟ لا لا ما كنا بالفقرة الأولى. لا 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 ما هيدي ما بتمرق عشانه منهجيا، ما بيسوى يقول هيك. لا يا خي. أول شيء هذه فيه إساءة إلى أهل بعلبك. لا أبداً أبداً وفي أبداً. إساءة إلى أهل قريته. اثنين الرد الذي تفضلت به الصحفية صوفيا أعتقد أنه كاف وواف لأن نشكك بكل الرواية التي تفضل بها حتى لا تمر بعهد القضاء. لا لا أخي ما لم تنفي صوفيا عمار، لم تنفي ثلاثة هي حكت عن تفاصيل صغيرة. ثلاثة الصياد في الماء العكر. لا لا هو مش ماء عكر، ماء صافي تماما. ثلاثة أما الحديث عن الشيعة وأنه كأنه يعني أخونا رامي يعني يصبح وكأنه إمام الأمة الجديد وهو يدعو، أولا حزب الله ليس الشيعة ولم يقل في يوم من الأيام. اسلم تمك. اسمح لي. يا أخي اسمح لي. تفضل. اسمع للآخر. حزب الله لم يقل في يوم من الأيام أنه الشيعة، ولم تقل حركة أمل أنها في يوم من الأيام الشيعة، والشيعة أكبر بكثير من هذين الفصيلين، والإسلام أكبر بكثير من الشيعة والسنة، والإنسانية أكبر بكثير من الإسلام والمسيحية،
والله سبحانه وتعالى أكبر من كل هذه المفردات. إذن نحن نمشي في حقل تسلسلي، لكن هذا لا يعني تارة نريد أن نهاجم المقاومة ونعتبرها أنها أخذت الشيعة إلى مكان، وأخرى نقول أنها لا تمثل الشيعة. على أي من العبارتين يجب أن نرسو في لبنان؟ حكيناش عن المقاومة. إما أن نقول المقاومة هي جزء عضوي من هذا الهيكل الأساسي، بعض القيادات الحزبية، هذا الهيكل الأساسي الذي اسمه حزب الله. المقاومة هي جزء من هذا. حاولوا اغتيال المقاومة ماديا، الآن يحاولون اغتيال المقاومة معنويا. يعني هم يقتلون يعني فكرة من عم يغتيلها الذين يريدون البعض عم بيقولوا انه مكمن اغتيالها بالذهاب الى سوريا. لا لا. اغتيال المقاومة ماديا، اسمح لي اغتيال المقاومة ماديا ورد في تقريركم قبل قليل، عندما لم تستطيعوا أن تميزوا بين أن حركة الجهاد الإسلامي التي تبنت عمليات التفجير ولم يكن حزب الله في حينها، حينها ورد في التقرير أن حزب الله هو وراء هذا الموضوع. لا من قالنا هو وراء؟ اسمح لي. بعدين انه ظهر حزب الله. لا بس بعد حركة الجهاد الإسلامي اسمح لي بس معروفة حركة الجهاد الإسلامي ارتباطها بالحزب يعني. اسمح لي معروفة، أنت بتقول معروفة، كل الغرب لم يستطع أن يكشف اسم أحد من هؤلاء الذين فجروا، لا بالبارينز ولا بالسفارة الأمريكية ولا بالفرنسية إلى الآن. أنا أتحدى أي جهاز استخبارات إذا بيجيب اسم موضوع. أنا ما بدي فوت فيه، ما بدي فوت فيه. على كل حال هذا أستاذ فيصل ردنا على 14 أدار. لا هو عم بتروح بتفاصيل، أنا مش تفاصيل، ما أنت تركته يحكي ما أطلع. لا لا أنا عم برد على جملة من الموضوعات الأساسية. بعد أن فشلوا في اغتيال المقاومة ماديا في 2005 باتهامهم باغتيال الرئيس الحريري، طبعا تسلسل الاتهام. طيب أوكي. جاءوا لل 2006 حرب ضروس قاد العالم كله سوا، حقق هذا الانتصار الكبير، لم يعجب بعض اللبنانيين، ظلوا يشتغلوا على موضوع فوتونا بقصة 7 أيار. 7 أيار قاموا الدنيا وقعدوها، وكأن كل هذا الذي يحدث في لبنان لم يشكل أي مساس في البنية المكونة للاجتماع السياسي اللبناني أو الاجتماع الطائفي اللبناني، بس حزب الله هو الذي مس في هذه المكون. أن يحدث ما يحدث في صيدا ويكون السوري والبنغالي والليبي ومش عارف شو عم بيقاتل ضمن مشروع أصبح معروف للقاسي والداني، هذا لا يمس. أن يكون في طرابلس أصحاب الشعارات بالإمارات وأن يقولوا بالخلافة والجهاد وإلى آخره، هذا لا يمس، فقط حزب الله هو الذي يمس. إذن هناك حملة مبرمجة. أنا لا أريد أن أقول أن حزب الله خارج منطوق النقد، ليس هناك من أحد خارج منطوق النقد، لكن على الأقل يا أخي خلينا نكون شوي يعني رحومين حتى في التعاطي. هذه مقاومة لم تقل أنها كفت الآخرين، لم تقل أنها أقصت الآخرين، أهدت النصر وأهدت كل هذا الذي حصل في لبنان إلى كل اللبنانيين، مدت يد العون، لكن الآخرين لم يمدوا يد العون، تارة يتهمونها. هلا اليوم بدل ما نغرق مدت يد العون اليوم بسوريا يعني كتار من اللبنانيين عم بيقولوا له يا حزب الله شو رايح تعمل بسوريا؟ عم بتسقط نظرية النائب النفس، عم بتدخل الواقع السوري المتفجر إلى الداخل اللبناني. جاوبنا على هذه. جاي الحملة التي بدأت على المقاومة وحزب الله في لبنان بهذه الجمل التحقيرية التي فيها شيء من الإساءة الموصوفة والتي يراد استعمالها في القاموس الإعلامي اللبناني. حزب السلاح، حزب إيران، ميليشيات إيران، كل هذا جاء بعد 2000، بعد 7 أيار. سكت حزب الله، لم يتكلم، سكت على كل هذه الإساءات. بعد ذلك انت عم تحكي لا إساءات كلامية في مجتمع يعتبر انه أسيء له بالسلاح. معلش أسيء له بالسلاح. لا انا بدي اعطيك جملة من القضايا على هذا الموضوع اللي عم تحكي عنه. ألم يقتل العديد من قيادات حزب الله في ظل كل الحكومات اللبنانية، الحكومات التي رأسها الحريري وبعد الحريري؟ ما اغتيل القيادات في لبنان من قيادات المقاومة وحزب الله؟ اتهم حزب الله أحد في الساحة اللبنانية أنه له علاقة إسرائيلية مع المقاومة؟ لم يقل أحد بهذا. خليني روح للموضوع الأساسي الذي قسم ظهر البعير في الساحة اللبنانية. سورية. الموضوع السوري. مش يلا. خلينا عم نقول إنه حزب الله هو الذي أدخل لبنان وأسقط مقولة النائب النفس. صحيح. طيب أنا بدي رجعك لكل الأرشيف في
الساحة اللبنانية. ما بقى في كتير الذي وقت. أسقط النائب النفس هو سعد الدين الحريري وتلفزيون المستقبل أولا. بعد ذلك توالت فصولا القنوات الفضائية اللبنانية ام تي في ال بي سي بعض الصحف اليومية. شو ام تي في ال بي سي؟ كلهم اطلقوا عناوين معينه لما يجري في سوريا. عم نغطي؟ لا 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 عم نغطي يا استاذ فيصل. عم نغطي؟ لا انت عم تحكوا يا خي. انت اعلامي هلا هلا عم تتهم يعني الاعلام اللبناني انه كله سوا؟ نحن عم نغطي ما يحصل في سوريا. انا عم بقول مقوله النائب النفس. النائب النفس لا تتوافق مع مقولة شريط إخباري بيقول جيش الأسد المجرم أو عصابات الأسد أو كتائب الأسد. هذا لا يتوافق مع النائب النفس. هذا موقف. إذا عندك موقف من بعض وسائل الإعلام بس ما تجمل. نحن كأم تي في ولماذا استعملنا هذه المصطلحات أو المفردات؟ لا مش إن شاء الله. حط سوريا الأزمة. سوريا الأزمة. تنكر أنه في أزمة؟ لا هذه صححت لك إياها. لا ما معقولة يعني. لذلك بس اللي بدي أقول أن هذه الوسائل الإعلام لم تنأ بنفسها، بل على العكس منذ الأسبوع الأول أخذت موقفا وهي التي قصمت الواقع اللبناني والشارع اللبناني. حزب الله لم يتدخل في سوريا، معلش بنرجع للأرشيف، إلا بعد أكثر من سنة ونصف من الأزمة في سوريا وأكثر. في حين أن السيد نصر الله يشتم يوميا على لسان كل الشخصيات في لبنان، والسيد نصر الله يمثل رمزية كبرى ليس للشيعة بل لكل اللبنانيين ولكل العرب والمسلمين المفترض ذلك. كان لم بطل لم عظيم. سيبقى بدك تختم لأن بعد في سيبقى لأن هذا الأمر طب ليس فيه يعني بس اختمنا بالموضوع السوري. لذلك بس بدي أقول أنه الكل دخل في الأزمة السورية والآن يلام حزب الله. أن تأتي كل الكتائب من كل أنحاء العالم هذا ليس نائيا بالنفس. هذا ليس دخولا في الأزمة السورية. فقط حزب الله عندما أراد أن يقول ستوب كفى، نحن أيضا لنا رأينا فيما يجري في سوريا وهذا من حقنا. شكرا لك. بدي أختم معك بالموضوع السوري فقط تحديدا. أول شيء أنا مش مع تحميل تبه حزب الله أكثر ما بيحمل يعني. اليوم في فساد ناخر وفي تجاوزات كبيرة عند الآخرين، هذا لكون واضح وأنا بتفق معك بالموضوع. ولكن اليوم حزب الله هيمنته وتقدمه بهذا الموضوع بيسلط الضوء عليه. اثنين، موضوع الإعلام، في عنا خلل بالإعلام بلبنان، ما بدي أدخل بالتفاصيل، ولكن في عنا خلل بنقل الخبر، ببث أجواء الشحن، وبتجيش الرأي العام باتجاه يبعد عن منطوق الصحافة الموضوعية ببعض الإعلام. إيه مش عم أعمم بالموضوع السوري. اليوم ما في داعي نحكي كتير بعد عنه، موضوع ليس قضيتنا، رايحين فيه على مطرح مجهول، في أزمة، منيح قلت في أزمة، تداعياتها بلشت تبين ورح تبين أكتر، الخلل بالواقع اللبناني، الحقد السني الشيعي، ما عم تسمع العالم كيف عم تحكي من الطرفين، لك أنا عم يحكوني ناس سنة لكوني شيعي بس، عم بيقولوا لما بتنقل من شيعيتك على سنيتك، أنت بالنسبة لنا يحل قتلك، في ناس حكوني على التواصل الاجتماعي هيك، هذا الحقد وهذا الكراهية، هذا مين عززه؟ السؤال يا استاذ رامي بس خليني انا تسال نفسك هذا السؤال بس بدنا نختم بدي جاوب الا تسال نفسك هذا السؤال لماذا يراد لنا ان نتحول الى سنه وشيعه؟ لماذا يراد هذا الاحتداد؟ اسال القيمين في الحزب. مشروع صراع سياسي. لماذا الان كل حدث في لبنان يخرج بعض المشايخ من الاخوان السنه بيطلعوا بيقول لك واهل السنه الى اخره؟ سمعت حدا بلبنان بيقول يا اهل الشيعه؟ يا اخي رح انطلق من مطرح ما انطلقت. نحن كيف فينا نحتوي الوضع مش نأزمه؟ للأسف بعض القيادات بالحزب وبإعاز من إيران أزمت الوضع. لا هذا شيء خلل أبداً كبير. هذا كلام غير صحيح. أخذنا على المجهول. هذا كلام غير صحيح. إذن برأيك يلا بدك تختم بثلاثين سنة على حزب الله أولا وكل الأفريقاء ينسحبوا من سوريا حالا ولملمت شتات الوضع. هذا حكي. خليش حكي يختم يا أستاذ فيصل. أنت عبرت على رأيك. خليه يختم. ولمعلوماتك في حراك الآن لبناني سوري، وكنا عم نجتمع وبلزلنا نجتمع مع مكونات الشعب السوري واللبناني لضاقوا زرعا من اثنين، واللي عم بشكله هلأ عم نشكل جبهة سورية لبنانية تنطلق من الشعب ومن الناس بعيدا عن القيادات لنفرض واقع جديد أحد انعكاساته الاجتماع بصور الأستاذ فيصل عبد الستة الدكتور رامي علاء. بدي أشكركم على هاللقاء، أيضا بدي أتشكر أصدقاء المشاهدين على متابعتنا الحلقة بموضوعية. طبعا اللقاء يتجدد الاثنين المقبل، تصبحون على ألف خير.